تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم مصون إليكم واحتراما. السادة الأفاتارات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، مساء الخير مساء السلام، مرحبا بكم كلكم يا أخواننا الناس اللي فتحتوا البث المباشر الآن، وإن شاء الله الصوت يكون واصلكم. طيب بنكتب في التعليق الأول دائما وأبدا. طيب الصوت يا جماعة جايكم كيف؟ كده طمنوني على الصوت قبل ما نبدأ، لأنه الصوت بقى عامل لنا إزعاج كبير يعني صراحة، الصوت ومهاجمة اللايف. وهؤلاء الناس يعني قبل انا عملت لايف بالنهار ورديت فيه على الاحزاب وعلى الكيزان، لكن هؤلاء الناس ما قدروا يتحملوا النقد ولا قدروا يتحملوا يعني الصوت اللي انا كنت بقوله هو صوت الشارع، ما كان صوتي، هو كان راي الشارع ما راي براي، لكن هؤلاء الناس ما بيتحملوا الراي والراي الاخر البتة، ما بيقدروا يتحملوه، فلذلك يهاجمون اللايفات، يحاولون التقطيع. كويس، يعني دي نقطة مهمة جدا. كويس وكده. طيب السلام عليكم، بيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحب فاروق، مرحب. دينا التعليقات الأوائل يا سادة المجد الكرام. كويس، نحن حنبدأ اللايف على طول، لكن من البداية وللتنبيه يا أخواننا ولضرورته، الكلام اللي انا داير اقوله ده مهم جدا وضروري يصل للجميع الان، ضروري يصل للجميع. كويس، اننا مقبلون على ما فيه شغل للجميع، نحن مقبلون على ما فيه شغل للجميع. خلاص، نحن ماضيين على اخطر ساعات واخطر ايام، نحن الان مارين عليه. اسمعوا الكلام ده كويس، ما تسمعوا لي الموسيقى التنويميه بتاعت قحط دي، ما هنا يتكلموا ساي، فهمت؟ ديل بيتكلموا بغشوا فيك، بثبتوا فيك لسه، البلد جاضت وهم بيغشوا فيك، انا جايك. لكن من الان يا ساده الناس اللي فتحتوا اللايف حرصا على اللايف، حرصا على استمراريته، كشفا للحقائق، درءا للشبهات، كويس؟ يا ريت تساعدونا بلايك شير عاجل. انتوا 2000 من اول دقيقتين الان شاركونا لايك شير يا شباب بسرعه، اللايف القبيله هاجموه هجوم مبالغ فيه. خلاص، هجوم مبالغ فيه لغايه ما تم يعني اخفاؤه. كويس، اللايك اسفل الفيديو على يدك اليسار، الشير اسفل الفيديو على يدك اليمين بسرعه يا اخواننا. يا ريت اي زول عمل لايك شير يقول لنا تم، اي زول يشارك معانا اللايف في 5 6 10 20 مجموعه سريعه الان يا شباب، الكلام ده ما بشيل ثانيتين ثلاثه خمسه، وخليك متابع اللايف. وقف لهؤلاء الناس، ما يقدروا يهاجمون البتة. كويس، ما يقدروا يقطعوا اللايف ده نهائيا. طيب مرحبا بكم للمره الثانيه. الان يا اخواننا الحريه والتغيير شغاله علينا تخادع الناس، وشغاله علينا تعزف الموسيقى الهادئه. كويس، والسفينه بتغرق، قصه التايتانيك بالضبط قبل 110 سنه او 108 سنه تقريبا. كويس، حادثه الغرق. كويس، الان بيعزفوا لك موسيقى هادئه، مره يجيبوا لك موسيقى المنامور، مرة يجيبوا لك جزء من الموسيقى الكلاسيك كده الحزينة، مرة يجيبوا لك موسيقى كده رياضية، أنت تتخيل إنه الوضع ماشي كويس، مرة كده يا زول يجيبوا لك موسيقى عمر الفاروق، بالله اكتبها في الإنجليزي، اكتب موسيقى عمر فاروق بالإنجليزي، تسمع موسيقى تستغرب فيها، كويس؟ ما شاء الله طبعا. يلا ديل شغالين يشغلوا لنا الموسيقى دي في الوضع اللي احنا فيه الآن. كويس، انتوا دارين الحقائق ولا دارين حاجه ثانيه؟ شوفوا هنا قبل شويه كان بيتواصل معي المناضل ياسر ازوري، كل الحب والتقدير، كان بيقول لي يا اخي انت الوحيد اللي بتدينا الزيت. عينوا هنا يا جماعه، انا لا انتمي لاحد، اكرر لا انتمي لاحد. كويس، انا بقول الحقيقه حسب ما تملي علينا الضمائر وحسب ما نجد من الامانه في انفسنا. انا كان ممكن اديس واقعد اطبل لقحط او اقعد اطبل للكيزان او اقعد، لا 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 ابدا، الحقيقه يجب تغال. في حقائق كثيره لازم تعرفوها، في حقائق كثيره جدا الناس لازم تعرفها. ومن هنا يا اخواننا، من هنا رسالتي للناس المغتربين زي ناس ياسر ازوري ديل وزي ناس عبد الله عيوز ومجموعه من الناس. خلاص، ومجموعه من الناس حتى منهم علي هباني
اللي كثرت خلافاتنا معاه، لكن برضه الحقيقه تغال كنا بنلقاه في غرف الماسنجر، بنلقاه دائما في الثوره دي من قبل ما تقوم. كل الناس ابهات وامهات صغار وكبار اطفال وشباب، الناس الخارج السودان تحديدا، الف في الامريكيتين، الف في اسيا، الف في اوروبا، الف في استراليا، الف في افريقيا، اسمعوا هنا والله العظيم لكم انبل التحايا واكرم السلام، ونحن بنقدر انه دموعكم حراقه على الوطن، وبنقدر انكم ما بتنوموا الليل ولا بترتاحوا في النهار، انتم خايفين على البلد، لكن الحقائق اللي بيكتبوها لكم في الفيس دي ما الحقائق، والكلام اللي بيروجوا له في الفيسبوك ده ما الحقائق، ده ما الكلام الصح يا ساده، ده ما الكلام الصح، كويس؟ الكلام الصح حنقوله الان، كويس؟ ونحن نحاسب على ما نقول، خلاص؟ دي حقائق ما بنقدر نكذب لك فيها. اسمعوا هنا يا ساده، طلعت ليستة بتاعت اغتيالات، اسمعوا الكلام ده كويس، طلعت ليستة بتاعت اغتيالات، كويس؟ بتاعت اغتيالات، ركزوا معي، كويس؟ للنشطاء وللفاعلين، والكلام ده قد تعرفوه في الساعات الجايه بشكل اوضح، خلاص بشكل اوضح. الان بقت في قوائم عديل، ولو لاحظتوا في الساعات الأخيرة وفي الأيام الأخيرة قوائم الاعتقال، الناس اللي قاعدين يقبضون من لجان المقاومة بالمؤامرات ما قاعدين يقبضون صدفة، في قوائم اترفعت فيها فلان خطورته كذا، ده في المربع الأحمر الخطر، وده في البرتغالي الأقل خطرا، وده في كده. الآن النشطاء ذاتهم في حذر، النشطاء ذاتهم يعملوا الحذر ويبتعدوا عن مواقع الخطر. ركزوا معانا يا إخواننا، ركزوا، النقاط دي مهمة جدا الناس تعرفها عشان ما ينومونا ساكت. لو فتحت الفيسبوك الليلة من وقت المظاهرات اللي حصلت الليلة في القيادة العامة دي يا إخواننا، اللي حصلت الليلة في القيادة العامة، لو عاينت أغلب الصفحات عشان تعرفها ما مع الوطن كيف، وأغلب الجروبات شغالين على شنو؟ شغالين يجيبوا لك الكيزان الدوم بومبانجا مجارين، ما عارف لك الكيزان كانوا 30، انا معاك يزيدوا يقلوا دي، لكن اشياء ترجع لهم، انا ما عندي دخل بحشد الكيزان، انت مالكم على حشد الكيزان، نحن ما مهمتنا نحصل كيزان كانوا كم على مستوى الموكب، نحن ما مهمتنا نحسب الكيزان العددية بتاعتهم كانت كم، نحن لا أمراء تنظيم معاهم ولا أمناء اتصال تنظيمي ولا ولا ولا، مالك ومالك. شوف الكلام ده كله دارين يزحوك به من المشهد الحقيقي، الكلام ده كله بيخدعوك به عشان ما تركز في الحقيقة. الحقيقة هي شنو؟ الحقيقة انه الكيزان قدر وصل القيادة العامة، الحقيقة انه الكيزان مسيطرين على أجهزة الدولة لدرجة انها بتنسق وبترتب معاهم على دخول القيادة العامة في أمن وسلام، في أمن وسلام، كويس؟ الحقيقة اللي ما دايرين انك تناقشها القحاطة انهم هم السبب في البلوى دي، الحقيقة اللي ما دايرين انك تتكلم عنها الأحزاب انه هم بانبطاحهم وبأسلوبهم الهوان هم اللي مكنوا الكيزان الآن بفوق لرصيننا. اسمعوا الكلام ده يا اخواننا، اسمعوا الكلام. انا اتذكر قبل شوية يعني قبل المغرب كنت في طبلية، فبقول بتاع الطبليه ده الرصيد، ففي واحد يعني فتح معي نقاش حول مظاهره الليله وكده، انا قلت له والله يا اخي دي خطيره جدا والكيزان شغالين بقوه للعوده في المشهد السياسي. فبتذكر الشاب ده حلف لي قسم، كويس؟ حلف لي قسم انه الكيزان ده ما حيحكموا ثاني وما بدقوها ثاني في البلد دي، وانه فقمت ابتسمت هدأت معه لانه انا قاعد الاقي يعني الاندفاع الزي ده بشكل يومي، فقمت هدأت قلت له يا شاب يا اخي انت ما منتمي لحزب صح؟ قال لي اي. قلت له انت كنت صادق لما مركت الشارع، انت كنت صادق داير وطن يسع الجميع، الاحزاب هي اللي غشتك، هي اللي خلت الناس يموتوا حرشتهم وبتدس الكوادر بتاعنا. طيب داير اسالك، قلت له يا شاب رئيس مجلس السياده الليله منو في السودان اللي باعتباره رئيس السودان؟ قال لي معقول؟ مع عبد الفتاح البرهان. قلت له يلا انا ما داير اقول لك الاسم، انا ما غايتي الاسم، انا غايتي الطبيعه بتاعت عمله، كويس؟ عبد الفتاح البرهان بيتبوع رئيس المجلس السيادي، مش كده؟ قال لي اي. قلت له تنظيمه السياسي شنو؟ والله العظيم بذكر الشاب ده سكت، قال لي تنظيمه، قام سكت. قلت له ها، سكت وابتسم، عرف نفسه يعني هنا فعلا دقش لي حيطه زي ما قال دقش هنا. فقلت له يا شاب ما القصد انه انا افوز ولا انت تفوز، القصد انه الوطن هو اللي يمشي قدام. عبد الفتاح البرهان الليله كوز قاعد على مستوى رئاسه مجلس السياده، الليله بيجي زول يقول لك والله الكيزان ما يحكموا ثاني، هو الرئيس بتاعك كوز، الرئيس بتاعك حركه اسلاميه، كان مسؤول شؤون الضباط، كويس؟ للتنظيم الاسلامي داخل القوات المسلحه، وبرهان ده لعلمك قبل ما يجيبوا الاسلاميين جابوا ناس ابراهيم الشيخ، البرهان ده الناس جابوا ناس ابراهيم الشيخ، والاسلاميين سنوا عليه،
صلاح جورج قال لنا ان دي ولا دي في سلاح المدفعيه عبد الفتاح البرهان. ابراهيم الشيخ قال لك يا ابي يا اخي ده ما دفعتنا يا اخي، ده ما اخونا يا اخي، ها جيبوا لنا طوالي يا اخي. يا سلام يا اخي بالله، هو كيف عليك الله عامل شنو؟ ها طوالي قال لي تمام. ها يا جماعه رايكم شنو؟ ناس خالد سلك وعمر الدقير ومريم الصادق وافقوا بالاجماع، وافقوا بالاجماع على انه الاجي رئيس مجلس السياده هو عبد الفتاح البرهان. ونحن رفضنا الكلام ده كسوار من ارض الاعتصام، وطلعنا في قناه الحدث وفي قناه الجزيره وفي قناه السودان وكل القنوات من الاعتصام شغال على انه عبد الفتاح البرهان هو الرمز للاسلاميين داخل المؤسسه العسكريه. ما ينفع طالما نحن الان في فتره تاسيس للديمقراطيه، ما ينفع تجيب لنا عسكري تاريخه السياسي ملاحق بالجرائم تجيبه تقول ده رئيس مجلس السياده، ما ممكن. كويس زول بيكتب في عربيته انا رب الفر، وده تيجي تجيبه ليه تبقى رئيس مجلس السياده؟ كويس. فنحن شلنا عوض بن عوف وعمر البشير، الاثنين مطلوبين للمحكمه الجنائيه. لما نجيب عبد الفتاح البرهان عملنا شنو؟ شوف دي الورطه الاولى دقسنا فيها. الورطه الاولى انه الحريه والتغيير هم اللي مشوا انبطحوا للاسلاميين لما جابوا عبد الفتاح البرهان. واول زول بيتحمل المسؤوليه دي ابراهيم الشيخ، اللي بيتكلم في صفحته عن السلام تقول السلام هو بينكته من بيته جوا وبيديه للشعب السوداني. بيتكلم عن السلام كانه الحركات ديل عباره عن اطفال بيدرسوا عنده وهو بيتفضل وبيمتن عليهم بيوزع عليهم في المناصب. ودي دي 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 لغه مزعجه جدا، دي لغه مزعجه جدا. خلاص ونحن الان بنطلب التعافي السياسي. طيب العنوان سقوط غحط، الخلاني اكتب الكلام ده يا اخواننا. الكيزان الكيزان مرتبين وشغالين شغل عالي المستوى. الليله 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 دي دي من اخطر الليالي، غد تسبق نهار بكره، وهم لغايه اللحظه دي باقيين عليه. ما عارف تاني يغيروا ولا يخلوه، ان شاء الله يخلوه يا اخي، ينسوا ذاته البته. خلاص شفت هذه الليله ها مهمه جدا في التاريخ، اسمعوا الكلام ده كويس. وفي الليله دي الان قاعده تتم اتفاقيات ومعاهدات وانبراشات وانبطاحات. في الليله دي قاعد تعد قوائم بتاعت مسح، اسمعوا الكلام ده كويس. والليله المؤتمر السوداني اعضائه بيجوا حمايه تاويين قرر، بيجوا دعم سريع البكته عشان تعرف التلون. طيب الان المشهد كالاتي، بكره الكيزان طالعين يوم الجمعه بعد الصلاه زي ما اعلنوا ماشيين للموكب الكبير بتاعهم. انتوا عارفين الليله المظاهرات بتاعت الليله لو كانوا الكيزان موكبهم 5000 10000 15000 20000 انت عارف كان ممكن يغير المعادله بشكل كبير. طيب غادي يجيني زول متحمس يقول لي والله ما هناي والله، دقيقه دقيقه بالراحه بالراحه. الكيزان ده لما يمشوا القياده وهم منسقين مع المجلس العسكري وهم بتنظيماتهم دي ولما بيشكروا الجيش للمره الثانيه والثالثه، دي لما يمشوا القياده يا ولدي حيمشوا على اساس انه يخلطوا لك المشهد السياسي الان ويدكوا لك الوضع السياسي. هو المشهد السياسي السياسي الان في السودان ده كده كده هو من نهائي، هو في مشهد جاي ثاني كيف الله اعلم. كويس طيب حيمشوا هناك. الكيزان ديل لو مشوا اعتصموا قعدوا 5 ساعات ممكن يطلع لك عبد الفتاح البرهان، ممكن يطلع لك حميتي في بيانات يقولوا لك والله يا اخواننا نحن ما بقول لك انقلاب، ما بقول لك انقلاب، فهمت؟ ما حيقعوا لك في الشرق ده، الدائري بيقعوا في الصادق المهدي تحديدا، ما بيقعوا لك فيه. حيطلعوا يقولوا والله الشعب السوداني الشغلانيه طبعا ذاتها بعد ده بقت يعني في ناس برضه معتصمين، الحريه والتغيير ما بمثلوا كل الشعب السوداني، والبلد دي حتنجر للفوضى، خلاص نحن ممكن نعدل الوثيقه الدستوريه، ان احنا ممكن طوالي نضع موجبات محدده، ان احنا من هنا نضع خطه بتاعت انتخابات بعد 6. دي دول العالم العربي قاعدين يعني يحمسون يعني قاعدين يمتصوا حماس الناس بالشكل ده. لما يمشوا الكيزان بالالاف يقعدوا ويقولوا اقتلونا ويقولوا وحبذا لو قتل واحد منهم، ربنا يحفظ الجميع من الدماء كان كيزان ولا كان غيره. الناس اللي قتلوا من الكيزان خليهم يتحاكموا جوا هناك بالاعدامات، كويس؟ بالقصاص العادل، ما التشفي، العادل. خلاص؟ ممكن عادي بكره يجوا يقعدوا لك ويقولوا دايرين شاي وقهوه ويقعدوا والزمن يمشي، خلاص؟ ويكون خصما علينا. طيب في خضم الاحداث بتاعت الليله دي يا اخواننا كده شاركونا بلايكات سريعه يا جماعه، يا اخواننا ساعدوا بلايكات سريعه، تاني اللايف بقطع. هو من الجهاز الثاني بقعد اشوف، تاني بقطع،
اللايك اسفل الفيديو على يدكم اليمين سريع، ال7000 اللي بتشاهدوا يا شباب، ال7000 لو اي زول منكم بس اسفل الفيديو على يدك اليمين ضغط اللايك، اسفل الفيديو على يدك اليسار عمل الشير وكتب معانا تعليق تم كفايه بسرعه يا شباب، لانه اللايف الجبالي اتحذف بسبب شنو؟ بسبب الهجمات الكثيره. كل ما تجي هجمات كثيره يكون في تفاعل، كل ما كان قلت الهجمات دي او المدى بتاعها اضعف. طيب يبقى الليله دي خطيره علينا جدا، الليله دي قد تسبقها الرعود والقواصف، لكن داير اسالكم سؤال، وين الحريه والتغيير من مشهد الليله؟ وين الاحزاب الكرتونيه؟ وين وجدي صالح؟ وين الليله؟ ما شايفينه. اول ما تبدا تحدث المعمعه بيندسوا وبخلوا الشعب يواجه المصير، ولما الشعب ينكتل يا احمد انت قتلت مننا 20 والله ما تدينا 5 وزارات والله نصعد الموضوع ده للمجلس الامني والله نسوي فيهم ده، اقسم بالله العظيم عباره عن ضحك على الابرياء خلاص، يعني ديل فريق من الكيزان شنو؟ وين الحريه والتغيير؟ الليله لو كانت في حكومه بتاعت ثوره غير الموكب ده ما يقوم، قول قام، هو ما بقوم اصلا مفترض خلاص، يمشي للقياده داير يعبر عن مطالبه، بعبر بواحد اثنين، البلد فيها حظر كامل، فهمت؟ الليله كان بيكون في مؤتمر صحفي في نص شارع القياده العامه، تشوف فيه حكومه الحريه والتغيير بوزراء تشك يطلعوا ويعلنوا حاله الطوارئ ويطالبوا الاجهزه الامنيه على الهواء مباشره بانهم ما يتعاونوا مع انصار النظام البعيد. مش يجيك فيصل محمد صالح بيتكلم لك ما تعرفه بردان ولا دقاو مطره، فهمت؟ بتخاوف كده وهناي ما 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 كده يا ساده. المفترض الليله ويدي صالح يجي يخلف كراهه على مستوى القياده العامه ويعمل المؤتمر الصحفي ويوري الشعب السوداني، يقول لهم ديل الكيزان حاولوا لكن احنا قادرين، لكن ودي صالح كان كحلوه بالشطه يقدر يسوي حاجه زي دي؟ الحريه والتغيير، الاحزاب السياسيه، يا اخواننا هؤلاء الناس اوريكم نفسيه الاسلاميين الان، نفسيه الاسلاميين قاعدين يقولوا نحن تحملنا استفزاز اكثر من الحد، وقبل كم يوم قلت لكم امبارح في لايف امس انه الكيزان ضباط من رتبه عقيد لغايه فريق اول، مشوا قعدوا مع البرهان وكلهم عباره عن كيزان البته خلاص، عشرات الضباط مشوا قعدوا مع البرهان وقالوا له كلام واضح، قال له شوف يا عبد الفتاح البرهان انت رئيس مجلس السياده وقائدنا واي شيء، لكن طالما فكيت الخط شويه شويه بتاع الاخوان المسلمين احنا ما حنقبل الكلام ده كويس، ونحن تحملنا استفزازات من الشيوعيين تحديدا والبعثيين والناصريين اكثر من الحد كويس، نحن بعد ده بنتصرف، انت لو ما دارين تتصرف احنا بنتصرف، وتاني مواكبنا دي ما بنقبل لها القمع عديل، مواكب بتاعت الكيزان. اسال عبد الفتاح البرهان في امتى؟ اساله قال لي الاسلاميين قالوا لك الكلام ده ولا ما قالوا لك؟ اضعفوه بالكلام ده، حميدتي وصلته رسائل تهديد عالية المستوى من داخل السودان وبر السودان في تلفونه. رسائل تهديدية من الكيزان، هو يا زول ما تغرك قوتك، هو يا ذخيرتك دي كلها بتلقاها في شنك، هو يا زول ما تعمل نفسك انت وانت وانت، انت ولا شيء، نحن صنعناك، والله نفككك زي القنبلة النووية. كويس؟ هسه بنفكك لك قوتك دي كلها. فهمت؟ وكمان الكيزان لعبوا على وتر بانه داخل قوات الدعم السريع، اسمعوا الحقائق دي يا جماعه. انه داخل قوات الدعم السريع كويس؟ وكده في تمرد من يعني في رفض كده للسياسات وتمرد من قبيله المسيريه تحديدا كويس؟ ونفس الشيء كان قبله سبقتهم الحوازمه، اسمعوا الكلام ده، ما القوه مكونه على اساس قبلي برضه دي نعترف بها. كويس؟ القوة مؤسسة على 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 اسم شنو هي؟ على يعني حاجات جهوية عرقية كده. كويس؟ الليلة ما السيطرة الكاملة رزيقات معاهم المسيرية معاهم الحوازمة كويس كده. بعدك في قبائل ثانية النوبة فيه شوايقة فيه هوسة فيه في لكن الغالبة يعني المتكتلة كده. كويس؟ والتعايشة والهبانية وديل. طيب القوة الموجودة جوا من عساكر وضباط في الدعم السريع بقت تقول لحميدتين احنا ما راضيين الوضع، وبقى حميدتين خايف يخسر القوه دي، ديل من اقرب الناس له بيقول، بعد ده خايف يخسرهم، اسمعوا الكلام ده كويس. خلاص؟ وهددوا بفتح الحدود قدام هناك على بحر العرب. كويس؟ وانهم ثاني ما بداوسوا الحركه الشعبيه، اسمعوا الكلام ده. خلاص؟ الليله داخل الدعم السريع في اشكاليه. وفي القوات المسلحه الرتب الوسيطه والرتب الصغيره عامله مشاكل على مستوى المؤسسه بتاعتها. ديل من رتبة رائد وتحت رائد نقيب ملازم أول ملازم عاملين إزعاج كبير جدا
ورافضين مساله انه القياده تاني تبقى محل بتاع اعتصام، اسمعوا الكلام ده، وانه لو بقت محل اعتصام تكون للثوار، لكن تاني لا حيقبلوا كيزان لا حيقبلوا غيره. قلنا امبارح في لايف امس لو متذكرين بانه تم تغيير اطقم كثيره جدا من الحراسات والجند والضباط خلاص في القياده العامه، تهيئه للمواكب الجايه، تهيئه للوضع الجاي. والكلام ده امبارح لو بتتذكروا. طيب بقى الان في مشهد، في قوى سياسيه، المؤتمر الوطني واليوم باسم الحراك الشعبي الموحد اللي هو قائده معمر موسى محمد، ومجموعه كبيره من الكيزان، منهم اللي في الامن الشعبي، منهم اللي في الدفاع الشعبي، منهم اللي في الشرطه الشعبيه، منهم الوين ديل الان حول هذا الحراك، ومنهم مواطنين، لاحظوا لا تابعين للكيزان ولا حاجه، منهم مواطنين استهواهم الخطاب كويس بتاع الحراك الشعبي الموحد، لانه شافوه بخاطب ليهم بتاعت الازمه، يعني بتاعت الاكل، بتاعت الشراب، مشكله الغاز، الناس الليله لسه شغالين بالفحم كويس، بيعالج لهم مشاكل المويه، الكهرباء. فشوف المواطن ده ما بيهمه ليك احمد الضي يقول انه ولا افاتارات ولا ينبغي، اسمع، ولا بيهمه ليك احمد سراج يقعد يتفلسف ولا فلاني، ما بيهمه، اسمع الكلام ده كويس. الشعب السوداني ده بيهمه الان كيف ياكل ويعيش كويس، عشان كده في موضوع الكورونا بتلقى مرات معصلج، لانه شايف نفسه بالجوع ميت، وقلنا زي ما قال الليمبي يكديه ميت وكديه ميت، يكديه ميت وكديه ميت، كده ميت وكده ميت، كويس، من الجوع ولا بالمرض. فلذلك اللي بيحصل الان القوى دي ما صغيره، واللي بيقعد يقول لك قال ده البساط وشنو شنو، واحد من اثنين، يا اما ناس حديث وعهد بالسياسه والتحليل السياسي، يا اما ديل كوادر احزاب كذابين قاصدين انه يقوموا يقولوا الكلام الرخيص ده عشان شنو؟ عشان يطمئنوك. الطمأنه دي ما عندها احد. عمر البشير ده ما ليه الحكومه سقطت كان بيجي بيقول لا بديل للحوار الا الحوار. ما كان ليه الحكومه دي سقطت؟ ما كان لسه بيحلم انه والله انا اسوي ونحن نفعل، اسمع الكلام ده كويس، وبطمئن في ناسه، والفاتح عز الدين الهوان بلم في الناس وبجيبوه في قناه العربيه وبقول والله سنعبر، والله يا اخوتي سنعبر، عبر كوبر، فهمت؟ حمدوك الله يستر، حمدوك الله يستر، دكتور عبد الله حمدوك الله يستر، انت ماسك في عباره دعونا نعبر، دعونا نعبر، نعبر، ناس عابره، عابره، كيزان خشوا القياده يا حمدوك، دعونا نعبر، الكيزان العساكر بيجوا يصوروا معاهم سيلفي، دعونا نعبر بشراكة وطنية، الكيزان عاملين إزعاج على مستوى الماء، دعونا نعبر، البرهان عنده بيان داري يقدمه، دعونا نعبر، البرهان حيتكلم بعد شوية حميتي معاه، دعونا نعبر، لما يجي البيان وبالتالي قررنا تحسيب محاسبة كل المقصرين، يجيك حميتي يقول لك ونحن قررنا انه هؤلاء الناس كلهم اتحاسبوا واولهم رئيس الوزراء لانه ده وراه صلاح قوش، ايوه ده وراه، زي لما طلع في العمليه بتاعت 14 يناير يقول لك وراه صلاح قوش، حيجي بعد شويه البرهان يقول لك والغاء ما تم الاتفاق عليه، نفس حادثه يوم تفضل الاعتصام اخي مساله مزعجه كويس، نفس ما حصل في الليله ديك. طيب البيوك ما حيقولوا لك ده انقلاب عسكري، حيقول لك نحن دارين نلحق البلد دي. لذلك انا بقول على الشباب المستقلين اتحركوا الان والحقوا البلد، البلد دي لو مشت بالشكل ده ولو مشت بالطريقه دي البلد دي ما حنلقاها تاني لقدام، الحقوا البلد دي الان وخلوا حمدوك يطلع يغيل الحكومه دي، ودي من الاسباب اللي حصلت لي الله يفقه بيه، حمدوك ده خليه يقيل الحكومه بتاعت الاحزاب دي، خليه يكون قاعد وتتكون حكومه كفاءات وطنيه مستقله، وتكون برامج حياه البشر اهم حاجه عندهم، بدل هنا حريه والتغيير حاكمين 8 شهور شلليات من لندن، من امريكا، من كندا، من استراليا، من فرنسا، من ايطاليا، من اسبانيا، من بلغاريا، من وين؟ شلليات
جابهم لك من هناك. ولعلمكم في معلومة خطيرة هي بتسمعوها يا اخواننا، لعلمكم في معلومة خطيرة جدا ما تفوت عليكم، الساعات الفاتت، الاثنين وسبعين ساعة الفاتت، شهدت إقبال على السفارات الأجنبية بأكثر من 100 إقبال في 3 أيام. ركزوا معي يا أخواننا، ركزوا في المعلومة دي هتتذكروها في لحظة، هتتذكروها. في 72 ساعة أكثر من 100 نفر في حكومة حمدوك، واللي ما داخل في الجهاز التنفيذي أو ما داخل في المجلس السيادي قاعد برا مع حاضنة الحرية والتغيير، مشوا وطلبوا تأشيرات. والله العظيم دارين يشردوا، غسم بالله دارين يشردوا. الناس تقعد جنب السفارات طايرين ماشيين وين، تعالوا هنا، ده خربتوا البلد ومكنتوا الكيزان وجايين طايرين عشان يموت لكم احمد الضي ويموت لكم ازوري ويموت لكم فتح زيجي ويموت لكم محمد كوك والله يرحمه، خلاص. ويتوا تجوا بعدين نعم هذا شعبنا وهذا، وتسرقوا الموضوع مش كده؟ والله اسمعوا الكلام ده واتحمل مسؤوليه ما قلت، وما تفتكرونا ما متواصلين مع سفارة، ما تفتكرونا، ما تفتكروا إلا مصادرنا هنا محلية، ما تفتكروا إلا علاقاتنا محلية. أقسم بالله العظيم أكثر من 100 تأشيرة، 100 تأشيرة تم طلبها من قيادات نافذة داخل الحرية والتغيير، كويس، من السفارات الأجنبية اللي هنا دارين يشردوا، البلد دايرة تكتب. يوم فضل الاعتصام، وقبل فضل الاعتصام بيوم في ناس رجعوهم، رجعتهم الاستخبارات العسكرية وجزء من استخبارات الدعم السريع وجزء من جهاز الأمن، رجعهم من مطار الخرطوم، من مطار الخرطوم يا سيد الطيب الهوان كويس، رجعهم من مطار الخرطوم شاردين طالعين برا البلد، ما خلاص حتكتم البلد. ديل يا زول ديل ناس أعتقد وأحسب وأرى وأظن، ولما نمشي هناك يخليك تلوم يا خشان القلينا كراسي زيادة ومقاعد زيادة كده. اسمعوا الكلام ده معناه البلد ماشي وين يا اخواننا. ولعلمكم السفارات الاجنبيه ذات رفعت استعدادها في السودان، اسمعوا الكلام ده كويس. وصلاح قوش غيضوا له ناس من المارينز كانوا حول بيته قبل كم يوم، اسمعوا الكلام ده كويس. الكلام ده في ناس غادي يشوفوه غريب غريب كده زي صاحي من النوم كويس، غادي يتخلعوا من الكلام ده. ده الكلام الحاصل. دايرني اغشك بقول لك والله الكيزان ما بيقدر يسوي حاجه والقحاته ناس كويسين، داير الحقيقه دي، الحقيقه اقسم بالله والله دي الحقيقة. الليلة الوضع في البلد ماشي على مرحلة الانفلات، ونحن في إمكاننا نخاضع الناس ونغشهم كويس يا أخواننا. كتير المشاركات، اللايف ده ما يتقطع يا جماعة، اللايف ده ما يتقطع، أنا حكتفي بنسبة المشاهدات في اللايف خلاص، حكتفي بها لأنه بعد ننهيه حيقوموا يحاولوا يخلوه يختفي زي الجبيل عملناه بالنهار. فإنتوا كتير المشاركات عشان أكبر كمية من الناس ممكن تشوف اللايف، تاخذ المعلومه وتفيدنا هي ذاتها بمعلومه وكويس، لانه الناس بتراسلنا على الخاص بتاع الصفحه دائما كويس. طيب بكره حيمرقوا الكيزان حسب خطتهم الواضعينها، بكره حيمرقوا الكيزان بعد صلاه الجمعه. القياده جاكي 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 زول، القياده العامه جاكي زول، وبالطريقه دخلوا بها الليله ممكن بكره يدخلوا بها. الطريقه دخلوا بها الليله لمن وقفوا قدام رئاسه القوات البريه ممكن يدخلوا بها بكره. البلد دي في ترتيبات كبيره جدا قاعده تتم فيها، البلد دي الان في ترتيبات جدا كبيره قاعده تقوم، كثير مننا ما منتبه لها، والناس محفظينهم كلام. يعني انا قلت لك انت بتفتح الفيس بدل تلقى تحليل منطقي لمظاهره الليله وتقدير للاشياء اللي فيها، انت كان ما قدرت حكومه البشير كنت سقطتها، انت لو ما قدرت قوة ابن عوف كان سقطته، انت لو ما قدرت قوة حميتي كان خليته يتراجع، انت لو ما قدرت قوة برهان كان خليته يتقهقر من كلامه. اذا تقدير القوة، نحن لو مرقنا الشارع عارفين البشير ده عنده جهاز امني، وعارفين البشير ده عنده قوة شرطية تفك البنبان وتدقنا في، انت عارفين انه في دعم سريع، لكن بعد غدر التقدير السليم الناس مرقت. الان الكيزان ما هينين لك خلاص، ضعيفين عشان انت تفتكر نفسك هتتخلصوا منهم بسهوله. ركزوا معايا يا جماعه، ركزوا معي في الكلام ده. الدفاع الشعبي ليهم الليله ما سحبوا ولا قطعه سلاح طبنجه منه. الدفاع الشعبي، الدفاع الشعبي ده في كثير من الثوار اللي قاموا جداد المسكوا في الموضوع جداد ما بعرفوه. الدفاع الشعبي ده نحن قمنا في التلفزيون كنا بنشوفه، ولما كبرنا حتى عرفناه. الدفاع الشعبي ده خطير جدا، وناس قتال عقدي، عقدي ناس عقيدة كويس،
للي لما في زور حلاوه ولا هبشه. الامن الشعبي، الشرطه الشعبيه، والليله الدفاع الشعبي في ولايه الخرطوم ما بقي لحن ال 10,000. اسمعوا الكلام ده كويس. والشرطه الشعبيه كذلك. خلاص؟ دي قوات قاعده ممكن يلبسوا مدن ويجي يتظاهروا لك. الامن الشعبي والشرطه الشعبيه والدفاع الشعبي كان ضربوا طلقتين في الجو ساي. البلد دي ما قد تسبب، ما قد تنهار. ما كان ضربت العساكر، العساكر حيرد عليك. كان ضربت المواطنين حمدوك حيشكل لجنه الساعه 3 صباحا والامر انتهى. كويس؟ الا ال 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 الكلام ده يا اخواننا نركز عليه. والله العظيم الان الكيزان اسلحتهم ما اتنزعت، وجهاز الامن هيئه عملياته ما اتحلت، وقلت لك الا ضاعفوا لهم القروش زياده. والان الكيزان الايام اللي فاتت رتبوا نفسهم تماما في مكاتبهم التنفيذيه، كويس، وعلى مستوى قطاعاتهم الطلابيه، كويس، والاشرافيات. والله متبعين شغالين صباح ومساء، ليل ونهار شغالين شغل جد عشان يجوا راجعين السلطه. في المقابل حمدوك بيقول لنا نعمل في تناغم وانسجام. بالمقابل ولا البوشي عمره 47 سنه بتتعامل على انه عمره 21 سنه، وطبعا دي مصيبه كبيره خلاص. بالمقابل الحريه والتغيير بتخدع وبتكذب على الناس في خطاباتها، ما بتدي الناس الحقائق ولا بتخاطب جذور الازمه والبلوى الحاصله الان على مستوى البلد. وهناك الكيزان عادين الحريه والتغيير هنا وهنا وكذا وكذا وكذا، وغد تقيف معاهم القوه الفلانيه الذي ما بقيفوا معاهم، غد يكون كده شغالين احصاء ومعلومات الايام اللي فاتت. اسمعوا الكلام ده كويس، ودي خطوره، دي خطوره. في واحد كوز شاكلوه قبل كم يوم في ولايه النيل الابيض من الكيزان المعروفين هناك في المنطقه، شاكلوه في النيل الابيض تقريبا في الديويم تقريبا. الزول ده مشى استعان باهله، اهله جزء منهم شال السلاح وماري. لو ما مسكهم العمده ومسكهم الناس العاقلين يا اخواننا اهدوا اهدوا اهدوا. لما يجيوا اخوه مضروب في البيت، ولا لما يجيوا ابوه مجروح، ما بفكر لك انه ابوي ده كان كوز ولا اخوي ده كان جبهي، بفكر على انه ده اخوي، فهمت؟ بفكر على انه ده ابوي. اسمع الكلام ده يا اخواننا كويس، عشان ما يغشوا الناس بالكلام ده، عشان ما يغشوا الناس بالكلام ده. عشان كده الشعار بتاع اي كوز ندوس ودوس الحريه والتغيير كانوا اكثر ناس كذابين معاكسين. ولو كده خالد سلك يمشي يجيب لنا خاله الكوز جمال الوالي. ولو اي كوز ندوس ودوس يمشي عمر الدقير يدوس لنا اخوانه محمد يوسف الدقير وجلال يوسف الدقير اللي كانوا وزراء وكيزان كبار في البلد دي. ولو اي كوز ندوس ودوس المفترض مباشره ولا البوش تشوف الدائره المقربه لها الكوز منو تدوسه. اخوانا ركزوا معي في الكلام ده. لذلك الان الكيزان شغالين على مستوى تعبئه القبائل. الكلام ده انا لا بقوله خوف تخويف للناس، لا بقوله ارهاب، ده تمليك للحقائق اللي الاحزاب كذابه ما قادره تملكها للناس، وخايفين من الكلام ده. الان حكومه قحط على شفا جرف انهار، كويس، والله قد ينهار بهم. اسمعوا الكلام ده، واللحظه دي الان الحريه والتغيير الخوف ملجمهم. ولو كانوا الحريه والتغيير هم ابطال وهم اشاوس كان يطلعوا زي ما الكيزان طلعوا، يطلعوا في القياده يعملوا مؤتمرهم الصحفي. تجي ولا البوشي صاحبه 47 عاما، ويجي فيصل محمد صالح، يجي عسكري عباس، يجي الغصم او الاصم، يجي خالد وصله. خلاص كان المفترض كلهم يجوا ويعلنوا موقفهم الثوري الواضح، وانه نحن كدوله ما حنتلاعب ابدا خلاص في سياده القانون، وانه زي ما في حظر للتجمعات نحن ما حنهزر في لو حريه وتغيير ولا كيزان. اللي بيطلع بيكسر الكلام ده بيتعاقب وفق القانون 1 2 3. حلوم بالشطه ما بيعملوا العمليه دي، لانه الملفات اللي ماسكيننا عليهم الكيزان زمان. محمد الحسن بن عوف له التحيه والتقدير، شاعر الثوره بلا منازع، كويس، شاعر الثوره، مش هنا زول تلقى ظهر مبارك خلاص ده شاعر الثوره، لا، محمد الحسن بن عوف ده من زمان جدا 10 15 سنه شاعر للثوره، كويس. فعنده كلمه جميله في القصيده بتاعت مصدار الاحرار، قال يا خيبتنا يوم يحكمون حياره، يا خيبتنا يوم يحكمون حياره، غرقانين تحوم فوق لنا بطيارة،
اللي هو ده كان البشير وصاحبي حايمين بطياره فوق للناس غرقانين في مرابيع الشريف وفي وين، وهو بيلف بفوق لهم بطياره. الليله الحريه والتغيير بتشوف في الكيزان بيمرقوا وبيستدعوا العسكر وبيندهوا لهم العبارات المعسوله والكلمات المنمقه والكلمات والعبارات الدفاقه بيقولوها للكيزان للعساكر بيقولوها الكاب ولا الاحزاب بيقولوا كده الكاب ولا الاحزاب بيقولوا الكلام ده. وين الحريه والتغيير؟ وين ساطع الحاج؟ يا سلام صاحبي، كيف اخبارك يا ساطع يا اخي؟ كيف الامور يا اخي؟ كويس يا صالح، لك التحيه يا اخي. قلت لي في سبيل الله قمنا نبتقي رفع اللواء. والله يا جماعه عليكم الله يفدى ينتهي، اي زول يمشي يكتب في الفيس ساطع ده الوضع عليك الوثيقه الدستوريه بالمناسبه. عرفت ان احنا معارضين من البدايه ليه؟ ساطع الحاج ده امشي اكتب ساطع الحاج، ساطع الحاج في امتى؟ في سبيل الله قمنا. شوف الطريق دقيقه اتفاهم علي انا ما اجيب عليكم دقيقه بس دقيقه عليكم الله دقيقه الله والنبي دقيقه. بس شفت المساله دي كم ما حسمت على مستوى اللايف لانه في ناس كتار ما 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 ما, ما شافوا الفيديو ده لانه القحات الهوانات ده سو. هسه الفيديو ده لو كان لاحمد الضي ولا كان لناشط كان وكده مالين بيه الحياه كلها ومالين بيه والبيت والدنيا كلها زي ما قال. كويس طيب ركز نركز. ده كان في في في, في كويس في المؤتمر الشعبي، ده كان في دار المؤتمر الشعبي بحضور الترابي. ده ساطع الحاجة الوضع عليك الوثيقة الدستورية. ركز اسمع الكلام ده وشوف الطريقة الغبية القصيدة. يا ناس انتوا 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 شكلكم ملخبطين وانا ملخبط عين. انتوا يا اخواننا بتكونوا تلخبطتوا يا اخواننا. ده بكون علي عبد الفتاح. لا 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 ده 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 ده, ده ياسر معروف. لا 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 ده 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 بكون ماجد كامل. يا اخي اقول لك ده بكون فقيري. اقول لك ده يا اخي يا اخي ده 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 يا اخي ده حركه اسلاميه يا اخي. ده بقوله بطريقه يا اخي الناس اللي ماتوا في الحركه الاسلاميه دي زمان ما قالوا عظيم بالشكل ده يا اخي. شوفوا الاجتهاد اس عليكم الله. نحن قاعدين رايجين ده يجيب لنا دم الشهداء. ها دم الشهداء ديك بتاعت المجلس السيادي اللي بترتب قالت تفك السجناء وما ورتنا لنا السجناء دي منو؟ هل هم النزلاء الاصلا قاعدين ولا ناس عمر البشير؟ انا ما عارف النقطه دي لازم تجاوبنا عليها كويس عشان ما تلخبط ساكت. كويس سيما منه عائشه بتقول الدعم السريع ده زي اولادي. ما في زول ساله البسيطه اللي انتغدى الزول المسكين دي استثمان وايقونه الثوره بطل الزعف بتاع القياده. ماذا ده يا اخي القياده الزعف ده في امتى؟ قبل سنه. دي استثمان عشان قال دعم 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 طلعوه اكبر كوز واكبر شيطان رجيم. ديل الاحزاب الله لا كسبهم خير. ديل الاحزاب بكوادرهم المنتشرين في الفيسبوك خلاص وفي الواتساب طلعوا الزول ده اكبر مجرم وطلعوه وطلعوه في الوقت اللي فيه. عائشه قالت السيادي هو لا يدعم السريع زي اولادي. زول قال لها يا حجه كلامك ده صح ما في. زول قال لها يا حجه كلامك ده كله بالانتياب ما في. لانه عندها اجسام سياسيه بتسندها لانه في اعلام ضخم بيطبل لها. المسكين دي استثمان ما عنده الحاجه دي. الحريه لدي استثمان، الحريه لكل المعتقلين، لكل المعتقلين الحريه لهم، الحريه لهم ودي استثمان. انا بشوف موقفه يا اخوانا الشبكه مش الشبكه اللايف بدا يقطع، اللايف بدا يقطع يا جماعه.
اسندونا بالشيرات يا اخواننا، اسندونا بالمشاركات يا اخواننا، اسندونا بالمشاركات من جبال نبهنا لها، لانه عارفين هؤلاء الناس ما هيسكتوا. كيزان على جحات هيهاجموا اللايف ده. الشير اسفل الفيديو على يدك اليسار، اللايك اسفل الفيديو على يدك اليمين. زايد ملصقات، ملصقات بسرعه يا اخواننا، لايك شير ملصقات، ما تخلوا حماسنا في اللايف ده يجيف نهائي. خلاص دايرين رسائلنا دي توصل، دايرين رسائلنا دي توصل. ها الليله دي سيسمان مسكين في السجن، مسكين خلاص. طيب زي ما قال البعشوم قبل شويه في صفحته انه مظاهرات الليله دي تسال منها حكومه الحريه والتغيير. ايوه نعم، تسال منها حكومه الحريه والتغيير، وما لي يسال منه. ها وما ورينا الليله التغيير يا كادر الحزب، تعال نسال منه كده ورينا، نسال منه غيرك، مش انت اللي حلفت للشعب يا خالد سلك يا كذاب، مش انت اللي حلفت للشعب وقلت المجلس السيادي هو مجلس تشريفي، مش كذبت للشعب حتى قبل ساعات من فضل الاعتصام بالكلام ده، مش يا ساطع الحاج وابتسام السنهوري، مش انتوا اللي خدعتونا بالوثيقه الدستوريه اللي مكنت للعساكر وريحت الدعم السريع، ديل انتوا ولا ناس غيركم يا اخواننا؟ مش يا ام نفس الناس؟ مش يا ام نفس الناس؟ مش ده نفس الناس اللي جو كذبوا لينا؟ مش ده مدني عباس اللي عمل لقطة القميص اللي ورا صينية بري وخدعوا الناس قال لهم دي في الاعتصام وقال لهم انا بقعد لحظة الفط لكن بي وزير كلمتكم بس غاية المهم، بس غاية المهم كلمتكم من السنة. مش يا اول مبعوث الامريكي اللي جا بعد فضل الاعتصام وقال لي صديق يوسف اها موضوع الشهداء شنو؟ كان الرد بتاع صديق يوسف عليه بانه انا ما عندي دخل بالشهداء، ما تسالني انا همي امكن الناس وخليهم يقولوا الكلام ده قاعد صوره وصوت، خليهم يقولوا الكلام ده. مش ديل ناس وجدي صالح البي لينا كان في الاعتصام؟ مش ديل ناس ده الكذاب ده بتاع الاتحادين ده اسمه الهوان ده يا اخي اسمه منه جعفر حسن عثمان اللي بدا يكذب فينا في المقالات بعد فضل الاعتصام؟ انت وداك تهبش شنو داني ما تهبش كويس؟ جعفر حسن عثمان مش كان بيكذب في الاعتصام وبيحلف الكيزان تاني ما بيجوا وبودي اولاد الناس بيحرشهم يموتوا في التروس؟ قام جاري لحظه فضل الاعتصام كان وين؟ كل قاده الحريه والتغيير لحظه فضل الاعتصام كنتوا وين؟ ما كنتوا معانا. كل قادة الحرية والتغيير كنت وين يوم ضرب 8 رمضان؟ كنت وين يوم 6 ابريل؟ يوم 10 ابريل؟ يوم 7 ابريل؟ وقتنا احنا بنقع في الواطة وحامد كتر خيره بيحمي فينا بعد الله سبحانه وتعالى. شايفين كان معانا وجدي صالح مدردك؟ واللي شايفين معانا كان الاصم راقد في الواطة ماخذ الساتر. ديل ما بدخلوا نفسهم، ديل كانوا يكونوا في صوبة في الشعبة الاستراتيجية بتاعت الأمن، بيمشوا بيدرسوا مع صلاح قوش يرتبوا يسووا شنو؟ اسمعوا الكلام ده. لذلك الان الكيزان ماسكين الملفات على الحريه والتغيير كويس، كوادرهم الكبيره والمتوسطه والصغيره ماسكين عليهم ملفات خطيره جدا. الليله ابراهيم الشيخ ده دا كان داري فرني بيقول له تعال تعال ابراهيم الشيخ تعال يا اقعد هنا، انت يا زول عندك 344 دكان ها جنب ماجيك لاند ومحتكر الحته دي في ام درمان، تعال هنا الضرائب دي بتاريخ كده مش عمر البشير عمل لك يا فاهمنا، مش بتاريخ كده عمل لك صلاح قوش يا فاهمنا، مش قبل كده عمل لك المتعافي اعفاء، مش ده مش عمل لك اعفاء في بضاعتك الداخله، وانت يا فلان وانت يا فلان ما مستندات بس بتنشر بينتهوا. اسمع الكلام ده بس ابراهيم الشيخ خايفين ما قدروا يتكلموا وهم ذاتهم متفقين، وكل الكوادر الليله بتاعت الاحزاب اللي بيقعدوا يفنجتوا ساكتين ده الوضع الحاصل. ان احنا دايرين العداله لكن الاحزاب ما بتجيب لنا العداله. الاحزاب لو بتجيب العداله ما كان بترسل كوادرها يشتموا ام عبد السلام يتقبلوا اللي كلنا ما بنلحق مكانته الله يرحمه يتقبلوا بينبذوها بيقول لها يا كوزا وواحده واحده فقط يعني زي واحده تهزم ألفا من الكيزان، تهزم ألف من الكيزان وتهزم ألف من القحاته كويس المسطحين اللي ما عارفين حاجه في انت يا شباب القاعدين في الركشات اللي بتسمع اللايف ده الان من المواصلات هو الحظري دخل مش في ناس برضه عالقين بالمناسبه الناس الراقدين في البيت ها وبتسمع في اللايف والناس اللي في المستشفيات والناس اللي كلكم الان داخل وخارج الوطن اللي بيقولوه في الاعلام ده ما حقيقه
والاخبار اللي بيلفوها لك في الفيسبوك دي ما حقيقه. وبدل ما تركز انه الكيزان سكون بخرطوش ولا فلقون بكديسه، عليك تركز انه كيف قدروا وصلوا القياده العامه. ده مربح. انت بدل تهتم في الكوره بانه ميسي ادى داك بيضه خلاص بيض داك كويس ولا مره من داك كده، فكر التكتيك بتاع الفريق اللاعب فيه ميسي ده لاعب بياته تكتيك وبياته خطه وبياته منظومه، وهل فيها تحديث ولا ما فيها، وهل ليها انصار ولا ما ليها. بعد ذاك البيضه والجلابيه والشنو دي عمليه سهله، دي سهله اي زول بيلاحظها، الطفل الرضيع بيلاحظها. لكن انت لازم تفهم الشغل ماشي كيف. الكلام اللي قاله انس عمر زي ما انا ذكرته في لايف قبل يومين، الكلام اللي قاله انس عمر ما من فراغ، هو واثق وعارف نفسه قاعد يسوي في شنو بالمناسبه. هو عارف في منظومه من الخونه اللي قام بحموه، وهو عارف الملفات الماسكه على الناس اللي وقعوا على فض الاعتصام من الاحزاب، هم عارفين نفسهم. الليله الليله ليه ناس حمتي لما بدوا ينكروا في فتره علاقتهم بفض الاعتصام، ركزوا معي الموضوع ده يا جماعه، وانه الموضوع ده فجاه بس كده بيجا فهمت، طلعوا لهم مكالمات من في القياده وفي القصر لحيزات فض الاعتصام وما قبلها. عشان كده حمتي خايف من صلاح قوش في النقاط دي فهمت، وصلاح قوش المجتمع الدولي بخوفه هناك. الليله قاده الجيش والدعم والامن وقاده الميليشيات المطور الوطني عارفين نفسهم. عشان كده انس عمر ما بيطلع يتبجح ساكت. اما قناه طيبه دي يا اخي دي الصفوف اتميزت بشكل ما عادي. كويس؟ الصفوف اتميزت، وقناه طيبه شغاله لك تجيب لك منه ها؟ هي من فقر الاعتصام تذكرها كان قاعده تلخبط. من الاعتصام كان بتجيب انها دايره تطلع الثوار سيئين وكده لو بتتذكروا. الليله قناه طيبه بارتياح تام بتنقل لك مظاهره لكده، طيب ما تنقل لنا مظاهرات لجان المقاومه. كويس؟ ما تنقل لنا مظاهرات لجان المقاومه لما بيمرقوا. ما تنقلوا لنا مواكب السلام من البدايه. ما تطالبوا لنا في قناتكم دي باعدام عمر البشير بالعداله زي ما ارتكب في الناس. ما تطالبوا لنا باعتقال المجرم صلاح قوش. ما تطالبوا لنا باعتقال محمد عطا. ما تطالبوا لنا باعتقال بمحاكمة عبد الرحيم محمد حسين وبكري وأحمد هارون ومحمد عثمان يوسف كبر وباقي المجارمة. وين يا زول؟ وين؟ ما بيعملوها، هم والقحاتة واحد. هم والقحاتة واحد. لكن الليلة الحرية والتغيير الليلة ظهرت بمظهر ضعيف وجبان ومنكسر وهوان. كويس؟ الليلة الحرية والتغيير ظهرت بمظهر الطفل الخايف من فولترون والطفل الخايف من الوحش. الحرية والتغيير يا اخواننا وينه؟ جاء السيد الطيب الهوان كويس الضعيف جا الليلة قال داري حمل النشطاء المسؤولية عليك الله. شوف الزول الهوان ده عليك الله، هيك الزول مطبلاتي للاحزاب والراقص للعسكر ده، تعالي هنا نحن اللي كنا بنملك الحقائق، انت ده كنت بتتراقص بتملي الشعب غير الحقائق دي، كنت بتكذب وبتدس السم في العسل وبتحارب في السلام، جاي الليله تتكلم عن انه ما جبت لنا الحكومه اللي دهنت ورمت البلد في البلوه دي. الكيزان الليله وصلوا القياده في عهد الحكومه المدنيه، في عهد حكومتك الحزبيه. عشان كده بقول لكم الحكومه دي ما حكومه الثوره، دي حكومة بتاعت أحزاب، مجموعة من شلليات ومجرمة الأحزاب قعدوا وين والشفاتة فين قال قعدوا خلفوا كرعينهم قالوا خلاص ننشئ الحكومة دي يكون فيها فلان وفلان. رأيكم شنو؟ يدوا الورقة لصلاح قوش، رأيك شنو يا صلاح؟ أنا خايف يقول له يا قوش عليه السلام، أنا خايف الحرية والتغيير جاي يقولوا لي كده فهمتها؟ فا يمسك الورقة، لا ده ما كويس، ده شيلوه ده ودوه، الأمن ما فيه عواطف. انت والله يا هؤلاء الناس دي الحقيقه، الامن ما فيه عواطف، ده ما ينفع. لا وجد صالح خلوه، ما في زول بيخدم خطنا احسن منه الان. الاسم خلوه يا سلام، خالصي لك خلوه. لا ده ما هنا كده، ده الحريه والتغيير. اسمع الكلام ده، لانه في ناس كتار يا اخواننا مغشوشه، في ناس كتار مغشوشه في الحاصل،
وما مدركين انه البلد دي الان ماشيه على وين، وما عارفين المطره كابه لوين. وشكرا للناس اللي بتشكر فينا وبتقول شكرا على المعلومات وشكرا يا راكز يا اخواننا، دي حقائق وتحليلات. بكره يوم الجمعه يوم خطير، غايته الله يصرف الكيزان ديل بكره ما يطلعوا، قولوا امين، الله يصرفهم بكره ما يطلعوا. وتاني نذكر لجان المقاومه، انتم من الشعب ده والى الشعب، رجاء ما تمرقوا الشارع، رجاء مش الكيزان مرقوا خلي لهم بيرجعوا براهم، كم ما رجعوا خلينا احنا نعصب ما نمرق معاهم. يا اخواننا نبتعد عن اراقه الدماء، الشيوعيين دمويين، البعثيين دمويين، الناصريين دمويين، الكيزان دمويين، ليه نفقد ابنائنا ونفقد لجان المقاومه عشان خاطر عيون الاصم؟ ليه نفقد ابنائنا واطفالنا واخواتنا واخواننا عشان نرضي عباس مدني؟ ما تعالوا نفكر فيها بالعقل. ليه نجري ورا الاحزاب؟ ليه نمشي نقاتل الكيزان عشان الاحزاب هم اللي يجوا يقعدوا يستوزروا؟ لا دقيقه، ليه ليه بس كده وروني ليش شنو؟ ليش شنو كده ورينا؟ لا ما دقيقه، النقطه دي انا ما فاهمها، هذا النقطه داير فيها مفهوم حقيقي. هؤلاء الناس دارين نفهمهم ماله؟ امشوا الناس الليله اللي جانا المقاومه، الفي صالحه، الفي جادين، الفي الثوره، الفي الشبيلاب، ها الفي الكلاكله، الفي نيكاراغوا، خلاص الفي وين؟ امشوا ناس بحري، ام درمان، الخرطوم، لجان المقاومه في السودان جميعا، امرقوا عشان يشتبكوا مع الكيزان في الشارع، والكيزان مسلحين وبيملكوا الاسلحه الثقيله اللي ما سحبوها منهم لغايه الان، تلك قسمه نظيظه وقتال غير عادل بالمره، ده قتال غير عادل، الاعزل ضد المسلح. كويس؟ حتقول لك خلاص الشيوعيين طالعين حيقول لك نجيب السلاح، شيلوا لي اولادكم اولا، وانتم تشيلوه تكونوا في المقدمه الاولى. مستهبلين. بس دايرين تصلوا للمناصب باي طريقه، تتاجروا بقضايانا، انت مالك ما بتشيل السلاح ده لولدك. هسه الثوره دي شفت لكم شيوعي واحد مات؟ شيوعي واحد شفته مات؟ حزب بعثي واحد شفته مات؟ حزب ناصري ديل كمان لا يملؤون امجادا، خلاص امجاد ما بيملوها، حزب ناصري شفته مات في الثوره دي؟ طلعوا دمنه ده وريني له دمنه ده. عليك الله الاسلاميين عندهم شهداء، انتم ما عندكم؟ عليك الله المؤتمر الشعبي عنده الشهيد احمد الخير، كويس؟ انتم ما عندكم كاحزاب سياسيه؟ ما تخافوا الله، معناها انتم بتقدموا اولاد الناس وبتدسوا انتم. الميتين ديل كلهم مستقلين 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 مستقلين، اسر المستقلين اللي استشهدوا ديل ما خدتوا ليهم مقعد في سيادي. الحرية والتغيير انتوا ما سقطتوا الليلة، انتوا ما سقطتوا الليلة لما نوصل الكيزان، انتوا سقطتوا يوم بتوقعوا في الوثيقة الدستورية وام الشهيد عبد السلام كشة واقفة في البوابة بتاعت القاعة وحرمتوها تدخل، لما شايل اللافتة اللي بتذكركم بالخزي والعار والدمار، لما بتذكركم انكم بعتوا دم الشهداء حرمتوا ام الشهيد عبد السلام كشة تدخل. انتوا ما سقطتوا الليلة، انتوا سقطتوا اخلاقيا من بدري، لكن بعد ده القشه التي تقسم ظهر البعير. المثل ده بيقولوا البعير خطوا فيه كراس، بعد شويه مخده، بعد شويه كرسي، بعد شويه جردل ولا عباس ما عارف، كويس؟ بعد شويه تلفون، بعد شويه حيطه، بعد شويه عربيه، خلاص بقى هو في المرحله الاخيره فضل لي سنه، خطوا فيه قشه كده خرجت وقع مات. ما خلاص بس تراكم، تراكم حاجه صغيره بعد ده ممكن تحسم الامر. الساعات الجاية حاسمة يا سادة، الساعات الجاية حاسمة، أنا ما قادر أنوم، أنا خايف، خايف من منظر الدم في الشعب السوداني، أنا خايف من القتال في الشعب السوداني، أنا داير بلدي تتطور وتنمو وتمشي لقدام. إن كان الموت لابد منه بنمرق بنواجهه بصدور فاتحة زي ما واجهناه في القيادة وقبلها، لكن لا نتمنى أن تنزلق البلد. ما دايرين أم نشوف دموعها حشاء محروق على ولد، ولا دايرين نشوف أبو مفجوع ومكسور. الحاجة دي حارة جدا ما بيعرف الا الزول الجربة. الحاجة دي حارة جدا. كويس؟ نحن ما دارين نشوف منظر الدم. المنظر اللون الغاني ده ما دارين نشوفه الا في الورود، لكن ما دارين نشوفه تاني على مستوى خلاص المصائب والازمات. لازم نفكر في الكلام ده كويس يا جماعة، لازم نفكر فيه. كتروا معايا المشاركات يا شباب، وانا حافتح الباب الان للرد على بعض الاسئلة والتعليقات. كويس؟ وزي ما قلنا يا اخواننا قبل اليوم، اي تعليق بتاع اساءه اليوم من كوادر الاحزاب وبعض المسطحين
ده بنحذر صاحبه فقط، ولا بيرد عليه ولا بتاع. الزول اللي بيجي لو داير ينتقد ويطرح طرحه بشكل جميل، والله على عيني وراسي كويس، والله اجاوبه عليه جدا. فحن الان حنفتح فقره الاسئله في التعليقات، اي زول عنده سؤال ممكن يكتبه على مستوى التعليقات تحت. كتروا معانا اللايك والشير يا جماعه، خلوني اشرب مويه بس ان شاء الله ونفتح التعليقات. اللايك اسفل الفيديو على يدك اليمين تحت، الشير اسفل الفيديو على يدكم اليسار. يا اخواننا بسرعه ساعدونا بلايكات سريعه بمشاركات، اللايف ما يقطع، ساعدونا بالملصقات. لحظه بس اذنكم نشرب مويه ونجي. جبنا كوبايتنا وجبت لي كوبايه حجم عائلي ذاته عشان الواحد ما يعطش كويس. طيب شوفوا يا اخواننا قبل ما نبدا نرد على التعليقات يا اخواننا، في استنفار حاصل لكل الجداد بتاع القحاته. اسي عليكم الله يا قحاته يا هوانات، هسي بدل انكم تستنفروا ناسكم عشان يوحوا الشعب وعشان انه يرفضوا الفوضى الحاصله من امصار النظام البائد، تستنفرون في لايف احمد الضيف. لا شوفوا القحاطه، شوفوا اهتماماتهم وين، الناس وين وهم وين. حيظلوا متخلفين عن البشر وعن السياسه الى يوم القيامه، والضحيه لكن منه؟ الضحيه ابناء الناس في النهايه. طيب الليله انت شغال شرب مويه ما لقى عندك سكري، ربنا يحفظك ويبارك فيك. العفو يا خواجه، يا اخي عليك الله يا اخي، مساله مزعجه السكري. لا لا ما عندي والله الحمد لله، ربنا يسلمكم جميعا يا رب. صدام جعفر عثمان قال وين صلاح قوش؟ ما عارف، ما كلمني والله، ما كلمني. قبيل قالني مواطن قال لي في الشارع ابو حميد كفاره للدروس، طبعا الدروس الايام دي شيء نجوميه، خلاص قال لي كفاره وين صلاح قوش انت بالمناسبه؟ قلت له ما كلمني. قال لي قلت له ما كلمني. قال لي انت قاعد معاه ولا شنو؟ قلت له اقول لك شنو؟ سؤالك ذاته حيرني. فهو صلاح قوش قاعد متنقل بين السودان والدول الافريقيه، موجود قاعد اسمع الكلام ده، اسمع الكلام ده، وبيته حارسينه بالمارينز، اسمع الكلام ده كويس. ود محمود بيقول تم يتم خيرك ان شاء الله ومتوكل، يتم يا رب راحتكم وسلامكم. بيسأل بيقول تأثيره قوي في اتخاذ القرار، وهو بقى الملاذ الوحيد لحل الضائقة الاقتصادية. محمد صبحي هو تقريبا بيتكلم عن حميدتي اللي هو في إرجاعه لرئاسة اللجنة مشكلة الاقتصادية. والله شوف المؤتمر السوداني الآن دعم سريع، قرر اسمع الكلام ده، دعم سريع البتة. والله ما فضل من اللي يطعنوا في حميدتي ده عديل ويداوسوا خلاص، وهم عارفين ان حميدتي حيجي يدوسوا بعد شويه. طيب هو قد يكون حل، قد يكون حل في الازمه الاقتصاديه. اول حاجه الحلول اللي يوفرها لنا يوقف اول حاجه الذهب ده، اول حاجه يخطوا لنا في بنك السودان، اول حاجه. الحاجه الثانيه كويس اللجنه الاقتصاديه دي يكون اعمالها معروفه للناس،
وزي ما بقولوا مسألة مطاردة تجار العملة وغيرهم بالقانون ده شغل الشرطة ولا حق الأمن ذاته. الأمن كان بيعمله حق الشرطة، الشرطة هي اللي تعمل إن كان لابد الشرطة والأمن لغاية ما الشرطة برات تبقى، لكن ما بتجي ذاته الدعم السريع يقعد يشكشك في ناس العملة، ما بتجي كويس، لأنه أنت عندك تفلت في قواتك دي، أنت عندك تفلت، يعني دي برضه نقطة مهمة شديد جدا. طيب ناس تم دي ما شاء الله كتار، قال لي طيب إلى متى الحال هكذا والمواطن هو كبش الفداء، المعيشة الصعبة الحل الأنسب؟ والله يا الفاتح كلامك ده حار جدا، فعلا المواطن لمتين كبش فداء، لمتين كبده يتشوي خلاص وقلبه يحرق لمتين. كويس الناس أغضبني، أغضب سايت من الكيزان، ما غضبت تغضب من أحمد الضي المسكين. انتوا ما تمشوا تغضبوا من الكيزان هناك هوانات، انتوا ما تمشوا تغضبوا منهم بيخوفوكم مالكم؟ اقسم بالله الكريم الليلة الكيزان أدبوا الحرية والتغيير أدب، والله ربوهم سياسيا تربية، والله سكتوا وجدي صالح ده سكتة، سكتوا الأصم وعباس مدني ومنو الشخصيات الهلامية العاملة إزعاج، وقسم بالله سكتهم سكت الجن. يا أخي معقولة نحن نجيب حكومة ثورة يخوفوها الكيزان؟ إذا دي ما حكومة ثورة، دي ما حكومة ثورة، ده كلام فارغ ساكت، ده كلام فارغ كويس، دي حكومة بتاعت أحزاب من برجوبة أخبار شنو؟ والله في شغل من الحرية والتغيير لإفشال السلام كالعادة كويس، وبعدين في نقاط برضه متمسك فيها حميدتي برضه بتضر بالعملية الانتقالية بالمناسبة وعملية السلام كويس، في إشكاليات زي دي، في تحفظات من بعض ناس من بعض العساكر، الدروس ان شاء الله زبط، والله يا اخي بينجح بسيط بسيط، الليله خفه، تسلم يا حامد كويس. اغاله والي الخرطومية ما حل المشكله بالمناسبه. اخ السؤال ثاني الوداك السفاره الاثيوبيه، حاضر يا مجاهد حجاوبه لك كويس، سؤال باسلوب محترم جدا نجاوبه طوالي. طيب نرجع، كنا بنرد على سؤال، خلينا نخش في السفاره. بالنسبه لموضوع السفاره الاثيوبيه للمرة الثلاثة بليار، أنا برد كويس على هذا الموضوع، على هذه المسألة، موضوع السفارة الأثيوبية أنا لما مشيته لأنه شايف الأثيوبيا تدخلها في السودان هو عمل مخابراتي عالي المستوى، والكلام ده ما من لكل الثوار قاموا قال لهم بس أثيوبيا هو واقفة معانا وأثيوبيا، وفي الوقت اللي فيه جنود أثيوبيا بطوا أرض الحبشة بكل بأرض الفشقة بكل طغيان وتجبر، اسمعوا الكلام ده، بكل طغيان وتجبر قاعدين يتحركوا محتلين ارضي انا كسوداني. كان فيها خطه من محور الامارات، الناس ذاتهم رافضين كانوا محور الامارات، وما عارفين الان اثيوبيا هي ماشيه على نفس الحته. ولو كان الكلام ده حصل والمفاوضات دي من مصر لكنت طلعتها. لكن الاحزاب شوهت صورتنا الوقت ذاك وحلفت وكذبت بالله، قالت قال رسلنا المجلس العسكري. حسبنا الله ونعم الوكيل، ما احزاب يا اخي، ما احزاب، تتوقع منهم شنو؟ كويس، بالنسبة لصلاة الجمعة والجماعة، ما هو طلع القرار بانه الناس تصلي في البيوت، لكن عشان تعرف الكيزان دي الهوانات كيف؟ الناس صلاة الجمعة أخروها أو اتلغت في الأيام دي، لا هم ككيزان ما داروا يلغوا المواكب بتاعتهم، شوف التحدي ده كيف؟ شوف التحدي للسلطات وللشعب اللي يا تدري. كويس الحظر الشامل ده ما عارف، لكن في خوف من انه يتحول لاداه بطش داخل البيوت من الاجهزه القمعيه. طيب تعليقات بتمشي، في تعليق تقرا منه كلمتين يمشي كويس، عيدوا التعليقات بس يا جماعه. قال في قرار صدر من حمدوك اعفاء والي الخرطوم في نفس الوقت الوالي ينفي الخبر، ما هذا يا ساده؟ طبيعي يا عبد المنعم، العساكر ما شايفين حمدوك ده ولا شيء بالمناسبه، والشيوعيين ذاتهم جابوا حمدوك شايفين انه ولا شيء. اسمع الكلام ده كويس، اسمع الكلام ده كويس، مع انه حمدوك اصلا جايبه جوش واللعب في الخط مؤخرا حميدتي، هذا اللي اسمه حمدوك، الاحزاب العساكر شايفينه ولا حاجه، ولما يجوا في الاجتماعات بيشوفوا زول ضعيف وبشوفوا الاحزاب مسيطره عليه. فعشان كده كنا بنتمنى من حمدوك يقوي الشكيمه بتاعته، بيلقى الشارع ده كله معاه، لكن هيهات هيهات. وللاسف يعني كانت مساله مزعجه، لماذا لم يتم اعتقال انس عمر؟ يا اسماعيل يا اسماعيل، كيف يتم اعتقال انس عمر؟ كيف؟ والرجل يعبر عن سياسة صلاح جوش تماما ومن اقرب المقربين له ومن ابنائه المدللين. كيف يحاكم انس عمر وانه لو ماشي في الشارع القى حاتم ما قادرين يسألوه؟ هو انس عمر بيهدد من الليلة ولا من امبارح؟ هو بيسخر من الثورة دي من الليلة ولا من امبارح؟ كويس؟ طيب
بالضبط يا خالد، وده هتفق معاك. طيب قال احمد الضي خايف ليك، ربنا يحفظكم والدرباب. تسلم يا والدرباب، وشكرا محمد اللي بيقول ربنا يشفيك ان شاء الله اللهم امين. شوف والله اقول عليكم بشكل واضح وبشكل صريح، والله انا اللي بتكلم ده قد اكون في غايمه التصفيه، اسمعوا الكلام ده، وما كثير على الوطن، واي ناشط او اي انسان بيموت ما كثير على الوطن، لكن لو متنا لو اتكتلنا نعتبره كفاره عن اي خطا، نعتبره كفاره عن اي خطا. إغالة والي الخرطوم يا جماعة، موضوع والي الخرطوم، شوف وإذا تمت الإغالة مش قالوا تعيين بتاع الحكم الاتحادي ده حرية وتغيير قرر، يجيبوا لك بتاع الحكم الاتحادي يقعد في منصب الوالي، وبالله الذي لا إله إلا هو بعد شوية الأزمات تزيد بشكل انت صدق ما تتخيلها. طيب اليوم في حد في شنو ثاني التعليق مشى، هل في خلاف بين حميتيو برهان؟ نعم يا راكز، هناك معلومات بتفيد بإعادة قوات الدفاع الشعبي في جنوب كردفان. لا تمشي جنوب كردفان ولا الهناك يرجعوهم هنا؟ طبعا إذا كان الهناك من جنوب كردفان يرجعوهم هنا ده كلام خطير جدا، ده بيأكد على إنه الإسلاميين دارين يقلبوها دم، قسم بالله العظيم، قسم بالله العظيم. هسه الان الاسلاميين بالمناسبه، هسه الناس اللي بيقول لك الكيزان ما بيجوا والكيزان انتهوا، بالمناسبه اهلا وتخشونا لك التحيه والتقدير، اللي بيقول لك الكيزان ما بيجوا ديل اغلبهم يعني ما قاعدين يفكروا سياسيا بالمناسبه، اقسم بالله العلي العظيم الكيزان عندهم البلد دي تتحرق من الاول والاخر، ويطلعوا بكلاشات ويضربوا الناس في الشارع وتحرق البلد دي، افضل لهم مما انه الان هم يكونوا برا السلطه. اسمع الكلام ده، انا والله ما اعرف لكن ما 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 بقدر كويس هناي. طيب ما بقدر اغشك والله، قاعد اديك الحقيقه. بالنسبه لحميتي وبرهان بينهم خلاف وذكرناه كويس، ذكرناها امبارح. كيف الناس ما تطلع الكيزان اللي بيطلع عليهم منه يا شرف؟ حتطلع، حتبقى الحكايه اشتباك مواكب موازيه، حيضرب ده في ده وده في ده، حنفقد نفسنا نفقد الناس. ليشنو يا استاذي الكريم؟ ليشنو نقعد نحصل نسقط حريه وتغيير على كيزان؟ لكن مسألة نمرق نقاتل ده ونقاتل نقاتل عشان الأحزاب يجوا؟ كلام فارغ. الجيش والغاز والوقود شنو؟ والله يا عوض أنا خايف السنة إحنا الأزمة ماشيين عليها دي أكبر مني. أنا ما أعرف الناس دي غايته حاسة بيوم بكرة ده ولا ما حاسة بيه. نسأل الله إنه يفشل. نسأل الله إنه يفشل. نسأل الله إنه يفشل. اليوم ده لو نجح خطورة خلاص حيؤدي لتغيير أرضية المشهد السياسي البتة الآن في السودان. لماذا لم يتم تسليم المطلوبين الى المحكمه الجنائيه؟ يا عبد الناصر يسلموا لك الليله احمد هارون وبرهان عشان يجيبوا حميتي بعد شويه، ولا يجيبوا فلان بعد شويه؟ لا 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 ما بسلموه. بعدين الخط ذاته بتاع الحريه والتغيير ما خط التسليم بالمناسبه، ما خط التسليم. طيب توقعاتك ليوم بكره؟ والله يا جلال بالنسبه ليوم بكره الكيزان داين، انا اتوقع يعني اذا بيجوا على اليوم بيطلعوا ما عارف لكن بين 5 10 15000 في الرينج ده، ده كم ما زادوا كويس، ده كم ما زادوا حسب الحشد والبساطه جات والحركه الكثيره دي كويس، وخاصه انه معتبرين انه يوم بتاع حسمي وكده. انا اتوقع بيطلعوا بعد صلاه الجمعه، هم دعوتهم قالوا الساعه 2 كويس، وغادي يلقوا قوه كبيره مع هناك، غادي يحاولوا يعملوا مسلسل بين الاسلاميين اللي في الغوات انهم يقتلوا واحد منهم عشان الحال يجط عادي جدا عادي. الاسلاميين ناس دماء، ناس سفاكين، ما عندهم اي مشكله في الشغلانيه دي كويس، يضحوا باي زلمه كويس، ممكن عادي يتفقوا معاهم على السيناريو ده، وممكن تفتح لهم الابواب زي يوم الليله. هل موكب الليله ده خلاص بالحجم هل بيخلي القوات لما تتراجع وتفتح الشارع؟ لا طبعا لا، لكن التنسيق، التنسيق، وحتى العساكر والضباط بعضهم واكثرهم طربوا يعني انطربوا من المدح الشديد اللي قدم لهم اليوم كويس. فانا اتوقع السيناريو ده، متوقع انهم يخشوا بعد ذاك يقعدوا ساعتين يبيتوا قبلهم، يقعدوا 5 ساعات، لكن دخول الكيزان القياده العامه يعني تغلص دوري قحطي تماما واسقاطه، لانه قعادهم حيدي البرهان وحميتي وصلاح قوش اللي هو بوجه في الاثنين ديل بيديو السي في انه يجي بعد ده يقول لك الشارع بقى فيه قوتين يا اخواننا، في قوه مظاهرات وفي قوه اعتصام، فنحن يا اخواننا لازم نسمع راي ده وراي ده، ما حنقدر نسمع رايك انت براك. اسمع الكلام ده
والكلام ده دعمه الامارات، اسمعوا الكلام ده، ودعمه مصر الجنبك دي، كلام ده خطير، واثيوبيا دعمه، كلام ده اخطر من خطير. طيب وجوش بيحسب الدعم برضه ليوغندي، ودي مساله دايره وقفه حقيقيه، كويس، دايره وقفه شنو؟ حقيقيه. الشارع العام الان ما عارف الحاصل، بيسمع فقط الكيزان يتظاهروا، لما يخش الفيس بتجي الاحزاب بحسابات المئات الالاف اللي قاعده في الفيس بتجي تغش الناس وتسوق الراي العام وتطلع بين بالخلا، تقعد تشبيكهم الليله الكيزان قاموا جارين. يا اخي الكيزان ما جروا في كم موكب يا اخي، خلاص يا سيدي، نقطه مهمه يا اخي، نحن نقاطنا المهمه كيف وصل هؤلاء الناس الى القياده العامه، وما هو دور حكومه الحريه والتغيير، حكومه الاحزاب للثوره، دورهم شنو في الكلام ده؟ كويس، دارين نعرف لليله ما يا اخوان اللايف ده غد يهاجم، الداير ينزل اللايف ده ينزله الان سريع، الداير ينزل اللايف ده الان ينزله سريع، كويس، بقدر الامكان، لانه اللايف ده حيتحذف غالبا، القحات والكيزان حيهاجموه بكتائب ثقيله جدا زي ما عملوها في اللايف القبيل، وشغالين ضرب لايفات الفتره اللي فاتت دي كلها في كل النشطاء، اي زول قال حقيقه طوالي بهاجموه. فتوقعوا تمام التوقع بانه هؤلاء الناس غادي يحذفوا اللايف ده. يلا الداير ينزلوا يحفظوا الان ينزلوا بسرعه، والقاعد ينزل فيه من جبال خليه قاعد. والداير يودي اليوتيوب كذلك. والداير يشيروا يا ريت بسرعه مشاركاتكم عشان يظهر للي ما شافوه. لانه كان حذف حنكتفي بنسبه الناس اللي شاهدوه اثناء اللايف. كويس؟ الشير اسفل الفيديو على يدكم اليسار، اللايك اسفل الفيديو على يدكم اليمين بسرعه يا اخواننا، خلوا كتايبكم والويتكم وفيالقكم تدق الان على مستوى اللايف. فيبقى بتبقى لك في بيبقى لك المشهد منشق لقوتين. كويس؟ القوتين ديل اللي هم قوى سياسيه يعني اهملت، المطور الوطني ما حيكون براو، حيكون معاه ناس الاصلاح الان، حيكون معاه القوى المسلحة زي الأمن الشعبي والدفاع الشعبي والشرطة الشعبية والمجتمعية وغيرها، كويس، حيكون معاه قوى سياسية تانية، حيكون معاه زي ناس التنسيقية بتاعت ناس فرح عقار فيمتا، حيكون معاه قوى تانية موجودة أنت ما شايفها، كويس، أو كثير من الناس غادي يكونوا ما منتبهين لها، ديل حيكونوا معاه، حيجوا ناس الحراك الموحد اللي كنا تكلمنا عنه أيام الاعتصام إنه حراك إسلامي، ما اخواننا الناس بتلخبط، الحراك الوطني الموحد ده جروب براو في الفيس ما عنده علاقه، ده جروب بتاع ثوره خلاص، لكن الجروب الحراك الشعبي الموحد ده بتاع الكيزان الان، كويس، فبيبقى في ميزان التفاضل في المساله دي، ميزان التفاضل حيخضع للقوى المؤيده شعبيا سياسيا، القوى بالرافعه السياسيه الان هي في موقع السلطه حتأيد منو فين، ولا احسب ان العساكر حيأيدوا القحاته بعدها، لا احسب ذلك باي حال من الاحوال، باي حال من الاحوال. طيب الاسئله كثيره شديد يا جماعه، معلش بنأسف، او التعليقات كثيره، كويس، شديد يعني، فما بنقدر نرد يعني على كل التعليقات. لك التحيه والتقدير والاحترام، صلى الله وغاتك، تسلم استاذ صدام، تسلم يا اخي كثير جدا. في خبر من جنوب كردفان من عبد العزيز الحلو، ما سامع والله، محمد عبد الفتاح كرتوب قال والله يا ضدي انا بشتم رائحه الدم، ده اللي خايفين منه، ده اللي انا خايف لك من جبال بقول الكلام ده. برهان وحميتي بينهم مصالح يا جماعه، بيقول لي لو سمحت الخلاف بين حميتي وبرهان شنو؟ ممكن توضح لنا يا راجز؟ تسلم استاذ مصعب ابراهيم الجعلي، الخلاف بين حميتي وبين برهان واضح، كويس، طبعا جابوا الخط بتاع السلام ذاته برهان ما موافق عليه تماما بالمناسبه بالشكل ده. الحريه والتغيير لجنه ازاله التمكين، البرهان يتكلم في الاجتماع فيه والقحاته كانوا قاعدين، قاعد تقصد ناس معينين من الكيزان وما قاعد تمشي والكلام ده ما شنو وكده، وما فضل الا يقول اذا دعتك قدرتك الى ظلم، اذا دعتك قدرتك الى ظلم الناس فالكلام ده ما كويس. ف لما جاء حميتي ساق الخط المغاير لبرهان في الاجتماع، وده اللي خلى واحد من المؤتمر السوداني يعمل تسجيل صوتي، هو مؤتمر سوداني وما ينافقه، خلاص طلع في تسجيل ووضح انه حميتي معاهم، و
اتفقوا مع حماتي في الجلسه، رد عليه برهان قال له لا لا الكلام ده كويس، هي بالنسبه للجنه التمكين خليها تشتغل. دم تقايل حماتي يعني هو مع لجنه ازاله التمكين ما معه، فهمت؟ التقايل هو خلاص داير يحارب الان الكيزان، لا لا طبعا، لكن في خط سياسي معين دار يضربه لياسر العطا ولبرهان معاوي ابراهيم جابر وشمس الدين كباشي، ده المجلس السيادي اليوم منشقين كده زي ما العساكر المدنيين منشقين جوا، كويس؟ فالكلام بتاع حميتي في انه عارض كلام البرهان، الناس خلاص افتكروا انه كده حميتي معاهم، هو على خلاف مع برهان لكن ما معانا برضه، هو على خلاف معاه، ركز معي في الكلمه دي. فهؤلاء الناس في خلافات برهان استدعى ضباط مهمين جدا يعني من المهاره بمكان، قاعدين في الجيش من الجيش ودوهم الدعم السريع كم سنه وماسكين اهم الاجهزه الحيويه والقطاعات بتاعت الدعم السريع، في لحظه سحب منهم 68 ضابط من اكفأ الضباط دين، ده كان فيه صفعه للدعم السريع بشكل كبير جدا. صدام عوض ليك التحيه يا اخي، شكرا كثير، كويس يا الغالي لو امكن وما في ازعاج رغمك. حاضر حاضر استاذ محمد الفاتح، انتوا الغاليين انتوا الغوالي، يا هو الرقم الان قاعد اكتبه لك على مستوى اللايف، كويس يا هو الان، كويس شكرا لك يا اخي، شكرا لك يعني برضه بشكرك، حتى زي يقول لك عايز رقم اقول له شكرا لك، معناها حباك وثق فيك، معناها برضه. طيب يا راكز الليله يا غاله طوال الخرطوم، ما هو يا هو بغي له بياي وبين في بياي، السلطه ما ينحمدك، السلطه ما هي الحريه والتغيير، الحريه والتغيير ده بالمناسبه محاجرين بهم وهم يستاهلوا اكثر من الحجاره، هم خذلوا الشعب، هم خذلوا الشعب يستاهلوا، فهمتها؟ طيب انت مع منو؟ مع نفسي؟ يا صديق مع نفسي؟ يعني انت يا صديق الا تمشي تنضم زي القطيع؟ انت براك ما تكون عندك راي يا اخي ويكون عندك فهم؟ ما تمشي؟ انت ما تخليك براك برضه؟ طيب الله ينقول شنو يا اخي؟ يا جماعه طبعا القحات الكلام ده حرقهم شديد، القاعدين يهاجموا بس دي القحات قرر ديل دارين يشوشوا الناس في موضوع اللايف، فلا حل لهم لدينا الا الحظر حتى يستفيدوا. طيب هل ايه القحات تنازلوا لحميتي على رئاسه اللجنه الاقتصاديه؟ غلبتهم غلبتهم، المفترض حميتي طوال يلتزم يقول يا اخي اي زول انا بعرفه في التهريب حوقفه ما يهرب وبقبضه كمان ذاته، فهمت؟ ويجي يقول الدولار ده شغل الشرطه، فهمت؟ يجي يقول الكلام ده ويجي يطلع في الاعلام يقول وقفنا الذهب اللي قاعدين نطلع يومي ده نهرب فيه يومي ده، يجي يطلع يقول الكلام ده للاعلام طوالي. طيب في بيان من الجيش ممنوع الاقتراب من القياده، 200 الكلام ده يا ود نعومة 200، الكارثه انه الجيش ديل يكونوا الضباط يعني الوسطيين زي ما بقولوا، يقوم يجي الضباط المنظمين يعاكسوا الكلام ده بكره. انت قايل الشغل بيتم من وين؟ ما من جوا. في فجأة كده المعطيات تتغير بشكل انت ذاتك تستغرب فيها. والله انا خايف يوم بكره ده يمشي الانقلاب، والله يا شرف. والله انا خايف، هو زي ما قلت لك هو ما بيعلنوا لك بيان بالمعنى غالبا. وما بيعلنوا لك بيان بالمعنى. طيب يا جماعه دي كلهم ناس يعني مرحب كيف تمام تم كده، انا قاعد افتش يعني في التعليقات الان نسمع، لا انا بفتش في التعليقات في الاسئله، كويس وفي الاسئله ذات المهمه، نسمع اطلاق نار صح انه في انقلاب؟ ما عارف والله، والله ما عارف. والله يا عمر هو ما كان في ديمقراطية عشان هو ما كان في، والله يا شيخ السماني فعلا نحن في البداية وقفنا مع الحرية والتغيير لكن طلعوا هوانات ساكت فاضطرينا انه ننسحب منهم، وللأسف الشديد طوالي قاموا شوهوا صورنا وكذا قالوا الناس ديل باعوا القضية وسووا 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 الصفحات الليلة اللي بتهاجم فينا وبتنبس فينا في الفيس دي بنعرفهم شت
ديل ناس احزاب سياسيه وعندهم حسابات مبالغ فيها في الفيسبوك. ديل لما انت تيجي تفتح اي موضوع بتلقاه معلقه قبلك، انت بتتخلع بتقول ده الشعب كله وين يا اخي، ده ال 25 عاطل من شله هناك قاعدين، انت بتكون بس ما جايب لهم خبر. عماد حسن ما عارف والله. تسلم استاذ عماد احمد النيل. توجيهك لنا شنو يا راكز؟ والله يا استاذ حسن انا ما بدي زول توجيه، انا زول مواطن بسيط جدا ومسكين كويس، لكن احنا بننصح كويس و و و والبقيه ينصحوا فهمت وكده. ما تغركم اسئله الاحزاب ومحاوله اخراجهم لنا من اللايف. طيب والله الجو العام مشكله مشكله. تسلم كثير استاذ عبد العزيز مبارك كويس، ألف شكر لك يا أخي. والله أنا زعلان عليك، كم مرة أقول لك داير رقمك لكن ما بترد علي للأسف. بس معلش يا حمد، حمدنا صديق علي السوداني، معلش أنا آسف جدا إلا كم ما شفته والله معلش، أو مرات الزول بينسى، فده الرقم لك الآن، لك التحية والتقدير وإن شاء الله كلنا نستفيد من بعض. طيب تسلموا يا شباب تسلموا، الله يحييك آدم الله يحييك. تسلم ابو ناصر، شكرا لك يا اخي. الله يحييك يا الله يجعل في اسماء كده الزول الا يخليها، ما يقدر كويس، زي في التشكيله يدوك اسم لاعب صعب خلاص ما تعرف تقول، انت كمعلق تتعب كويس. طيب اي ممكن يا استاذ محمد قشميد، ممكن ما بعيد ابدا. بتقول انه شو تايم مطعون حقنه انهيار عصبي. والله يا أستاذ محمد صلاح أنا قبل اتحدثت في اللايف بتاع النهار وسؤالي كان للشيوعيين تحديدا للقحاتة تحديدا، عملتوا شنو لشوتاي؟ أخرجتوا الزول ده عن الدائرة الطبيعية كده بشكل غريب بشنو؟ خليتوا الزول ده توتره أعلى من أي معدل تاني في شنو؟ القصة ما قصة فقط لأنكم هاجمتوه ولا بعتوه ولا غيره ولا أكلتوا بقضيته قروش، لا، القصة قصة انه في حاجة ما طبيعية، انتو اصابع الاتهام يعني بتمشي وراك، ركزوا يا اخواننا في الكلام ده. وانا قبيل سألت كل السادة اللي بيحضروا معانا اللايف ده، سألت الجماعة دي، قلت يا اخي السؤال للحرية والتغيير وللشيوعيين، عملتوا للشو تايم ده شنو؟ فانا لا استبعد ابدا، لا استبعد اي اسلوب وسخ من الاحزاب السياسية لانها تعودت على ده كويس، لا استبعد، وان شاء الله بنتمنى من الله انها تكون حاله عاديه زي الزعلات العاديه اللي بتمر بها الزول دي وتنتهي خلاص تمشي يعني فهمت. لكن يظل هذا السؤال قائما يا اخواننا، يظل هذا السؤال قائما. شباب الصوت ده واضح عندكم ولا في تقطيع؟ الصوت ده واضح يا جماعه ولا في تقطيع يا شباب؟ لانه انا هنا ما يعني الموضوع هناي كويس. الصوت واضح ولا في تقطيع؟ صح يا محمد ادم صح، انه صحيفه الشرق الاوسط اوردت الكلام ده فعلا. مرحبا رشيد الطيب، مرحبا محمد داود. والله يا ود ادم حمد سؤالك جميل، بيقول لي يا اخي انت احمد ضي لجنه التمكين دي وين؟ مكانها في العشاءات الفاخره بتاعت ناس وجدي صالح. محمد عبد الفتاح قال القصه كلها تسليم وتسلم والساعات القادمه حاسمه، فعلا لانه قبيل كويس قبيل بنتكلم في الموضوع ده قلنا لكم انه الناس اغلبيتها ما مدركه خطوره الليله دي، ما مدركين خطوره ال 18 ساعه الجايه دي ولا ال 24 ولا ال 48 ساعه، في خطوره كبيره الناس نحن ما مركزين معاها. يا اخواننا نركز، ما تخلوا القحاته يخلوا الناس في صدمه، ما تخلوا القحاته فجاه انتوا تصحوا تلقوا الوضع قد يكون متغير. عشان تعرف تتعامل لازم ما تتشده للدرجه البعيده، عشان تعرف تتعامل فمن اسع توقع انه يوم بكره قد يكون يوم بغير ما تشتهيه نفسك. اسمع الكلام ده، الناس بتقول واضح مشكله. صديق علي السوداني بيقول لي فل فل والله يا صوت تمام ممتاز شكرا لكم، دي النقطه المطلوبه. والله العظيم انا شدت ما متخوف على المواطن عموما، على نفوسنا دي بقى نتخوف، لكن زي ما نتخوف على المواطن الان اقسم بالله العظيم بفكر اقول نعمل تغطيه تكون بس مفتوحه، التليفون ده قاعد في الشاحن وبس نقرا اسئله الناس ونرد ونخبر الناس بكل مره بما هو جديد كويس،
نلقى المعلومه وكشك نكشحها في اللايف والناس تكون متابعه عشان الناس ما تتفاجئ يعني بحاجه غير اللي هي متوقعه. اهم شيء برود الاعصاب في حاله يعني وصولهم للقياده العامه، حتى لو شفنا في انحياز ضباط ولا عساكر ما يفقدون اعصابنا بقدر الامكان، بقدر الامكان يا اخواننا، بقدر الامكان. لما نلقوا نفسهم قاعدين برا والناس في البيوت مرتاحين في امتى، صدقوني الحياه دي لها هزات النفسيه. لكن شفت حته تقوي موكب موازي وتسوي افكار الشيوعيين دي اللي بيكتلوا بها اولاد الناس وهم بيشردوا دي، والله ريح الكيزان فرح لو قعدت تمرق مواكب مضاده في امتى. طيب إذن إذن الصوت عندكم واضح تماما. السلام عليكم، مساء النور عليك. عليكم السلام أستاذ عثمان عبد الحليم، مساء النور. أحمد صادق بيقول واضح، تسلم. عبد المنعم بيقول هلا وسهلا بك، أهلا بك. محمد الفاتح واضح يا راكي، تسلم. تسلم نجم الدين، تسلم. أستاذ صديق تسلم، تسلم. حسن كويس. سيف بيقول واضح، شكرا. طلال هاشم بيقول واضح، شبكتنا تعبانه يا اخوي. والله يا احمد الله يدي العافيه. عموما قال لي الليله ساطع الحاج بيخم في حاجات ليه؟ عادي يا احمد الزي، لا هم لهم هؤلاء الناس. واين نبي الاديب؟ والله نبي الاديب تلقى قاعد بس تساله يقول لك انت غبيان زي ما قال للبنايه المساكينه دي. طيب اسمع يا بركه، قالوا في ناس بيوزعوا قروش في الشوارع، ما سمعنا بهم والله، ملازم اول اندوراس، ما سمعنا بهم والله، انا شخصيا ما سمعت، ما عارف، لو في زول سمع انا غايته حسب المعلومه العارفه بقولها، لقي الحياه ما عارفها يعني ما 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 يعني. طيب غايتي يا جماعه انتبهوا، انتبهوا للساعات الجايه. علاقه صلاح قوش شنو في الاحداث الانيه؟ الترتيب والتخطيط اللي هي بتادي لجيبته. زي ما قلت لك في خطه انه حزرة تجوال ده فجاه ينشروا لك الدعم والامني والشرطه برا والجيش خلاص، وصلاح قوش المجلس السيادي او رئيس المجلس السيادي او عضو في السيادي، ودي دي 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 دي, دي نصيبه تحيل يعني ليلنا لنهار ونهارنا لليل. لا حول ولا قوه الا بالله. شكرا لكم يا اخواننا، شكرا لكم يا اخ الناس اللي بتحيوا تحت في التعليقات، هل بتصفونا بالراكز؟ نحن ناس مساكين يا اخ بالفعل يا الحلو. صلاح قوش فعلا وراء كل مصيبه في السودان الحلو الطيب فعلا. مساء الخير يا راكز، مساء النور حيدر، مرحبا عبد المحمود. الانقلاب العسكري زي ما قلنا يا اخواننا ما بيجي زول بيقول لك انقلاب تريدين، لا 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 ما بيجي كده فهمت، لكن بعد ده الموضوع بيمشي لاخطر، موضوع بيمشي بعد ده الكيزان ذاته بيقول لك ما دايرين مصالحه وطنيه. اسمع الكلام ده كويس، بيقول لك ما دايرين عشان يضغطوا على الشارع اكثر. لا حول ولا قوة إلا بالله، رضينا بالهم والهم ما راضي بينا، لكم أن تتخيلوا. ود الضي ربنا يحفظك، اللهم آمين. أستاذ محمد عمر زايد، أبو نصر الله الشاذ اللي بيقول واضح، تسلم. وين صلاح قوش؟ والله برضه ما عندي معلومة. طيب بيقول واضح، تسلموا. قال الشبكة عندنا زفت، والله الله يرجعها يا محمد الأمين. للمرة الرابعة شو تايم حصل له وشنو يا أبو حميد ويا أستاذ علاء الدين؟ أنا ذاتي بتساءل، أنا بتساءل كويس في إنه يا أخي إبراهيم شو تايم؟ أنا ما عارف، بعيداً عن أي اختلاف لينا معاه قبل اليوم كويس، بعيداً عن افتراءه معانا بعد الحرية والتغيير، يعني أدته إحساس بالأهمية زيادة، قاصدين عشان يرموه به، اسمعوا الكلام ده هؤلاء الأحزاب، فاستغلوا الثورية والصدق اللي فيه كويس لتحقيق أهدافهم، وفي النهاية قاموا لفظوه. فالشغلانية دي على دين أكبر من إنه لفظ حرية وتغيير، الشغلانية دي زي الوراء حاجة ما طبيعية، ما عارف أنا شو تايم ده بقيت شايفه متوتر في كل مكان وفي أي وقت وفي أي لحظة، وتوتره زي ما طبيعي. طيب نتفائل خير إن شاء الله يا أستاذ دامو، عشان كده قبيل أنا كم مرة قلت إن شاء الله بكرة ما 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 ما, ما ينجح اليوم ده أصلا، عشان كده قبل شوية أنا قلت الكلام ده. تسلموا يا اخواننا، تسلموا يا اخي كثير. قوش وين وبيضحك؟ لا حول والله ما نعرف هذا، قال والله ما نعرف. طيب مساء النور والسرور اخوي، تسلم يوسف.
هودي مساء الخير، مساء النور. واضح جدا، الله يعينك، تسلموا يا شباب. هو فعلا مدني، مدني بيجت ب 2000 جبال، ما كان 500 على مدني. جبال اللواري الاوستن القديمه دي. طيب عموما، وانا في ختام اللايف يا اخواننا، في معلومه داير اذكر بها القحاطه. الياسي بيقول لك احنا نعمل شنو؟ وفيصل محمد صالح ومنو؟ لا حول ولا قوه، قليتك ميت وزير يا فيصل، كان مكانتك كويسه والله العظيم، كنت زول كويس؟ لا حول ولا قوه الا بالله. كويس؟ الرساله دي ليهم يا قحاطه، يا حكومه الاقل من قامه الوطن الان. انتوا خايفين من مواجهه الكيزان، وخايفين الان من الوقوف في وجه الاعادي. داير اقول لكم كلمه واحده، في تاريخنا كثير من الشرفاء، في تاريخنا كثير من النبلاء، في التاريخ السوداني عموما شخصيه واحده بذكركم بها في نهايه اللايف ده، نهايه اللايف شخصيه واحده بنذكركم بها، الشهيد عبد الفضيل الماز. لما قامت الثوره في مدني، ثوره اللواء الابيض 1924، ولما قامت معاه ثوره الخرطوم، كويس، والطلاب بيمشوا بكيفه قدام بيت علي عبد اللطيف وبحيوا علي عبد اللطيف وهو في سجن كوبر ثاني، بيمشوا بدقوا التحيه هناك لانه كان القائد، وعزه زوجته دي بتجيب لهم العصير وبتساعدهم وبتقول لهم ايوه ما تخلوا الاستعمار، عشان كده قليل الفرح يقول لك عزه في هواك. ليه؟ لانه ما قادر يصرح بحب الوطن علنا، لكن بيوريك دور عزه كان شنو في الثوره. عبد الفضيل الماز ليل ليله، العساكر لما يقروا سيرته لهم بيبكوا. عبد الفضيل الماز ما كان زي وجدي صالح، ما كان زي الجماعه كلهم الان القحاته دي، ما كان زيهم. عبد الفضيل الماز بيزود عن حمى الوطن وبقاتل الاشرار، ومات وين؟ مات بفوق للمدفع المكسيم. مات وين؟ استشهد وين؟ وهو ماسك المدفع المكسيم وبدافع عن وطنه. قحات الهوانات، الله لا كسبكم، سرقتوا ثورتنا والليله بقيتوا اضعف من الدود قدام الكيزان. القحاته الفلاحاتكم اللي تجي تنبزوا احمد الضي ديل، انتم مالكم، مالكم ابطال ما تردوا على الكيزان؟ القتل المارقين السارقين ديل ما تردوا عليهم؟ لانكم خنتوا ثورة الشعب. لو كان الشعب ده كله معاكم الليله ما تقدروا تمرقوا موكب، لكن لو كان الشعب ده كله معاكم يمين الله ما كان الكيزان يتجرأوا عليكم، لكن لانكم فقدتوا الشارع. عبد الفضيل الماس مات بفوق للمدفع المكسيم، يتذكروا الكلام ده كويس يا قحاته. اللايف ده زي ما قلت الداير يشيله، يشيله الان السعده سريع، الداير يسجل يحفظ يسوي كده. اللايف ده لو يتقطع غد ما نلقاه تاني، لو قفلته انا خلاص الان غد ما نلقاه. ليه ما نلقاه؟ لانه الهجوم عليه حيكون كثير، الهجوم عليه حيكون كثير جدا، عشان كده كثروا معانا الملصقات ناس. تم 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 تم، كثروا معانا الملصقات دي يا جماعه، وكت الان طوالي، وكثروا معانا اللايكات، اللايك اسفل الفيديو على يدك اليمين تحت، والشير اسفل الفيديو على يدك اليسار تحت، والملصقات بسرعه كده يا جماعه، وان شاء الله باذن الله ما تجي حاجه لللايف، نسال الله ذلك. وحتى لو حصل لللايف اي حاجه، في النهايه اللي قاعدين نقوله ده حقائق يا اخواننا، اللي قاعدين نقوله دي حقائق ما مدسوسه. التحيه لكل الثوار الشرفاء، التحيه لكل الناس الهمهم الوطن، التحيه لعبد اللطيف الماز اللي بيستشهد وهو بفوق للمدفع المكسيم، والتحيه لكل الشهداء الذين ضحوا بدمائهم غاليه كويس، ولكنهم رأوها رخيصة من أجل الوطن ومن أجل الحياة، كانوا هم الترياق الذي به نتعالج، وكانوا هم الظل الذي به نتفيأ في الهاجرة. لنا أن نتذكر ذلك وأن لا ننساهم. الكلام كثير، الحديث طويل، ما دارين نزيد عليكم أكثر، ما دارين نعمل لكم إزعاج بشكل يعني متوفر أكثر، لكن أقول لكم الساعات الجاية نعمل حسابنا شديد، ساعات الجاية أخطر من خطيرة، وإن شاء الله بس ربنا يخلي الكيزان ديل ما يطلعوا بكرة. يا رب يا رب.
عبادك طغوا وتجبروا الكيزان وبعد ده مارجين يقلوا ادبهم. وحكومتنا يا رب انت تعلم الهوان والسجم اللي فيها. ان شاء الله بكره ما يمرقوا، قولوا امين. ان شاء الله ما يمرقوا، ان شاء الله ينسوا البته. يصحوا الصباح يقولوا بس يصحوا الصباح يا فلان هاي نمشي ليله الجبل ناكل سمك انت ما نمشي وين ما يمرقوا. ان شاء الله ينسوا في انت، قولوا امين. ان شاء الله ينسوا ما يمرقوا. ليه يمرقوا؟ عشان الوطن تتخرب، يمرقوا عشان البلد تيوب؟ لا ما يمرقوا. كويس، شكرا لكم، كتر خيركم. المتابعين لللايف، في اي حاجه الناس ممكن تراسلني على الرقم، انا كتبته لكم نفر تحت في التعليقات. في اي حاجه او في اي برضه على مستوى الصفحه ذاتها في الرسائل بتاعت الصفحه دي ذاتها من هنا ممكن تنقلها او ممكن تراسلني فيها بشكل عاجل لو في حاجه. السلام عليكم ورحمه الله.